مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في هذا الاستوديو التحليلي لكأس آسيا للرجال 21 والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2025 والمقام حاليا في مملكة بحرين الشقيقة من 11 حتى 25 من يناير الحالي. لكن قبل لا نبلش في مشوار هذا الاستوديو التحليلي، خلوني أرحب في ضيوفي الكرام المتواجدين معاي في الاستوديو. بالبداية نرحب في ضيف العزيز والغالي اللي لك وحشة والله من زمان مشايفك، كابتن عباس طاهة. الله يعز غاليك، يا هلا ومرحبا فيك. بداية مس عليك على الأخوان المشاهدين، أخوي الكبير أخوي نايف، إن شاء الله نكون في الخير حق منتخبنا أمانة، وإن شاء الله تكون حلقة يعني مباراة مميزة حق منتخبنا بإذن الله. بإذن الله أيضا المميز والخلوق دائما وأبدا اللي نستفيد ونتعلم منه الكثير كابتن نايف الرندي، نقول لك منورنا ومشرفنا اليوم. جزاك الله خير يا أبو حسين، نور نورك، وأنت اللي بعكس اللي منور استديو الكابتن الكبير عباس طاه ومشاري، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء يعني مثمر ويعود الفائدة على السادة المشاهدين بإذن الله. إن شاء الله اليوم عندنا بعض المحاور راح نتكلم فيها إن شاء الله قبل تبلش مباراة منتخبنا مع منتخب القطري الشقيق، لكن عندنا سلايد للمجموعات، خلونا نروح نشوف هذا السلايد. سلايد لمباريات اليوم إن شاء الله. المباراة الأولى سوف تقام ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب قطر الشقيق، أما المباراة الثانية فراح تكون ما بين المنتخب الكوري الجنوبي ومنتخب إيران. بالنسبة للمباراتين اللي راح تقام إن شاء الله، عندنا مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب القطري، ومباراة يعني نوعا ما نقدر نقول أن المنتخبين تأهلوا إلى دور الرئيسي والدور القادم. مباراة اليوم تأهل المنتخبين الكويتي والقطري للدور الرئيسي، شنو يعني حق هذين المنتخبين الكبيرين؟ هو شوف المباراتين اللي حطيتهم تول الحين اللي هو الثالث والرابع اليوم، مباراة أهميتهم في تصدر المجموعة من الأول من الثاني. بالضبط. يعني أهمية مباراتنا اليوم طبعا ترجع للجهاز الفني والإدارة اللي موجود مع المنتخب، أن أنت وين بتروح وين تلعب أي مجموعة. حكم أن فزت اليوم راح تلعب مجموعة مغايرة حق المجموعة الثانية اللي أنت كنت بالمركز الثاني، ونفس الشيء بالنسبة حق الكوري. وهذا الكوري إذا راح فاز اليوم راح يكون بالمجموعة اللي فيها الكويت، الكويت والعراق وكوريا والبحرين. هذا مبدئيا قبل المباريات نتبكر نتائجها، من يفوز اليوم الكويت وقطر بالنسبة حق كوريا وإيران تتغير حق المجموعة. إذا كنت أنت أول أو كنت ثاني، فأهميتها تكون أن أنت وين بتروح وتشوف أن مجالك أفضل تكون بهالمجموعة ولا هذه. جميل، عندنا سلايد، خلونا نشوف هذا السلايد وراح أرجع لكابتن نايف نتكلم عن المباريات بشكل عام في المجموعات. اليابان مع الهند، وكازاخستان مع هونغ كونغ، والعراق والسعودية، وبالختام مباراة البحرين والإمارات. هذه مالت أمس. أي مباريات أمس، وحط يذكركم مباريات أمس يعني. بالضبط، نتائج مباريات الأمس، وهذه المباريات اللي أقيمت في يوم أمس ما بين المنتخبات المشاركة في كأس آسيا للرجال 21. كابتن نايف، أنا عندي تقرير لمباراة منتخبنا اليوم إن شاء الله، منتخبنا الوطني مع منتخب قطر الشقيق. خلينا نشوف هذا التقرير ومن بعد لنا عودة مشاهدينا للحديث أكثر عن مباراة اليوم.
تنطلق اليوم آخر مباريات الدور التمهيدي لمنتخبنا أزرق اليد في منافسات بطولة كأس آسيا للرجال في نسختها 21 والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025 والمقامة في مملكة البحرين من 11 إلى 25 من الشهر الحالي. وقد استطاع منتخبنا التأهل إلى الدور الثاني من منافسات البطولة الآسيوية عندما حقق انتصاره الثاني في المجموعة الأولى بتغلبه على منتخب الصين تايبي بنتيجة 31 هدفا مقابل 27، ورفع الأزرق رصيده إلى 4 نقاط من فوزين. وفي تمام الساعة 5 مساء يلتقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب قطر للصراع على صدارة المجموعة الأولى، وتعتبر مباراة اليوم مواجهة من العيار الثقيل، حيث يتمتع المنتخب القطري بإمكانات جماعية وفردية مميزة تجعلهم من أبرز المرشحين إلى الوصول إلى المباراة النهائية. في المقابل صرح مدرب الأزرق سعيد حجازي أن الهدف من المشاركة هو خطف إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال كأس العالم 2025، وأن لاعبي الأزرق يمتلكون مقاومات الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية. رجعنا لكم جديد مشاهدينا بعد هذا التقرير اللي من خلاله تعرفنا على مباراتنا اليوم اللي تجمع ما بين منتخبنا الوطني والمنتخب القطري الشقيق. طبعا كابتن نايف، أبي أكلمك عن أهمية مباراة اليوم للمنتخبين على صدارة المجموعة. اليوم الفريقين يلعبون نوعا ما بأريحية بما أنهم اثنين هم متصدرين إلى الدور الرئيسي، فهذا شنو يعني للمنتخبين؟ وحسين، احنا لما نلاحظ منتخب الكويت أداءه من بداية المباراة من خلال مباراة مع المنتخب العماني ومنتخب الصين تايبي، البعض كان يقول ان ما كان في اداء، في اخطاء دفاعيه، في اخطاء هجوميه، لكن مباراه اليوم انا اعتقد انها هي المحك الاساسي حق المدرب سعيد حجازي. لكن هل كابتن سعيد حجازي مثل ما كان تسولف وياه كابتن عباس انه ما اظهر كل اوراقه، ما طلع طريقه الدفاع اللي كان يلعب فيها مثلا 6-0 او 3-3، يعني مهيئ نفسه لمباراه قطر؟ هذا اول شيء. الشغله الثانيه، انت لما تلعب مع قطر، قطر كنا نعرف هو بطل البطوله هذه اللي 5 مرات خذاها، يعني صحيح. اي، فمنتخب قطر منتخب يعني منافس ومرشح للبطوله، فاعتقد انا الكابتن سعيد حجازي ما راح يلعب بكل اللاعبين اليوم، ممكن يريحهم حق الدور الثاني وهو الدور الاهم. يعني اداء مع منتخب عمان ومع منتخب الصين تايبي خذ الاهم، احنا الحين نتكلم عن الاهم اللي هو التأهل. اداء التأهل بالضبط. يعني ماكو فايده انا ادي اداء في مباراتين واخسر وما اتاهل، لكن ما ادي واخسر وافوز واتاهل هذا المهم. لكن ما بعد التأهل هني تبدا المدرب عقيده، الواحد يشوف طريقه لعبه، تغير طريقه لعبه، هل هو المدرب عنده اشياء ما كان يظهرها في المباراتين السابقتين. هني نتكلم عن مباراه قطر، ممكن انا وجهه نظري ان المدرب سعيد حجازي اليوم يريح بعض اللاعبين للدور الثاني بحكم ضمان التأهل وصعوبة الفوز على المنتخب القطري بضوء الإمكانيات اللاعب الموجودة عند اللاعب القطري من ناحية اللاعبين وإمكانياتهم الفنية مقارنة بلاعبي منتخب الكويت، وإن كان عندنا لاعبين مميزين يعني إحنا، لكن تكلم عن فروقات فنية. فأعتقد أن كابتن سعيد اليوم يريح اللاعبين، يعني يمكن يبدأ فيهم بداية المباراة ويشوف الوضع بداية المباراة، مجرد يعني إنه يلعب كرة بداية المباراة مع قطر، ومن ثم يريح اللاعبين للمجموعة الدور الثاني التأهل اللي هو مثل ما قال يلعب مع سواء ممكن البحرين ممكن مع كوريا، وهي كلها فرق مرشحة للتأهل طبيعي. كابتن عباس، اليوم قراءة سعيد حجازي، يمكن أنا ببتدي من آخر كلمة قالها كابتن نايف،
قراءة سعيد حجازي في المباراة الأولى أمام المنتخب العماني والفوز الصعب في الثواني والدقائق الأخيرة ومن ثم تصحيح الأخطاء في مباراة الصين تايبي، اليوم راح نشوف شيء ثاني أمام المنتخب القطري؟ شوف أنا أعتقد المباراة الأولى مباراة عمان أعتقد أن الجهاز الفني مع اللاعبين أعتقد أنه فكروا في الدور الثاني ونسوا مباراة عمان. مباراة عمان كانت يعني أمانة يعني جدا كانت يعني كمستوى كطموح كجمهور كويتي كان متابع للأزرق الكويتي كانت أمانة محبطة، يعني حتى أنا مع الإخوان لما كنا نتناقش كانت محبطة مو هذا مستوى. بس أنا أقول لك يعني كابتن سعيد حجازي من المدربين اللي أمانة يفكر باللي قدام، يعني أنا ألعب مثل اليوم مع عمان حاولت ان انا افوز باقل مجهود لكن المباراه راحت في طريق ثانيه مثلا بالضبط من خلال الدفاع المفتوح و3 3 1 1 كان في اخطاء دفاعيه اوكي كثيره مو بس اخطاء دفاعيه، المنتخب العماني ما يملك خط خلفي، يعني خلال المباراه شوطين ما قوى الجول من 9 دائما اختراقات من 6 وهذا صحيح. انا اساكن سكر الاختراقات هذه لازم العب دفاع 6 0 متطور اللي لعبها مع تايبي بالتدريج لعبها مع تايبي وكانت جدا ناجحه من خلال تسكير المناطق الوسط وعدم ترك مساحات حق الفريق، الضغط على الباكات لحصر اللعب في منتصف الملعب بحكم ان انا املك في منتصف الملعب مدافعين على مستوى عالي ذو خبره بقياده مشاري صيوان، محمد علي، ميثم دشتي، صانع عندي 4-5 لاعبين او اكثر بعد، فمنطقه الوسط تعتبر مطغوية اكثر من هذا. لما العب 6-0 من يحدد دفاعي؟ يحدد دفاعي حراسه المرمى مالتي. انا في خلال مبارتين حسن صفر حصل على احسن لاعب بالضبط وعزيز الضفير ظهر، معناها انا عندي قوه حراسه كبيره. صحيح افضل دفاع للحراسه هذه ان خليهم يسددون من مناطق بعيده واجادوا فيها الحراسه اكثر شيء عزيز الضفير اجاد فيها من خلال 6-0 وكان الدفاع جدا طيب. الشوط الاول قال يعني 11 هدف منها رميتين 6 متر، يعني معناته انت لو بتطالع بالمعدل من 2 فاست بريك يعني بيقولون عليك الشوط الاول من 6 الى 7 اهداف، فهذا معناه الدفاع كان ممتاز. بس لازم كابتن عباس ما قطع كلامك بالخير، لازم ناخذ بعين الاعتبار الفوارق الفنيه ما بين المنتخب العماني والصين تايبي، نوعا ما الصين تايبي نقول اقل مستوى من المنتخب العماني. بس لو 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 بتشوف انت الصين تايبي في خلال الدورات او البطولات السابقه كان اسوء من هذا، لكن المنتخب هذا امانه متطور، اغلبيه اللاعبين الموجودين فيه هم كانوا في منتخب الشباب اللي كان متاهل لتايبي لكاس العالم وكانوا وكان خبره صغيره، لكن كمستقبل راح يكون المنتخب هذا افضل من البطوله هذه. كذلك الصين كان في بطولات سابقة كان بعيد عن بطولات يعني التأهل أو هذا، لكن في البطولة هذه شاهدنا أجسام بنية جسمانية فكر فني أعتقد أنه ممتاز، فأنا أعتقد البطولة هذه شهدت تطور حق بعض الفرق، لكنها في نفس الوقت يعني المنافسة كانت واضحة، يعني حق أدوار المجموعات قبل البطولة لو بسأل أخو نايف أقول له من يصعد حيقول لي الفريق هذا الفريق هذا هذا صحيح. كان اللغط نوعا ما على مجموعة على مجموعة السعودية اللي كان صحيح. فيها المنتخب الياباني وكانت المحك المباراة الوحيدة هي اللي كانت أمس واللي انتهت بخروج المنتخب السعودي بأفضلية الفريق العراقي. جميل كابتن نايف، جائزة أفضل لاعب بالمباراة الأولى راحت حق حسن صفر، وجائزة أفضل لاعب وأفضل حارس بالمباراة الثانية أمام الصين تايبي راحت لعبد العزيز الطفيري. إذن حراسة المرمى ولله الحمد في منتخبنا الوطني لا خوف عليها، تأيد هالكلام؟ طبعا يعني إحنا حراس مرمى مو يعني شيء جديد تو علينا، يعني نتذكر علي صفر قبلهم صحيح. حسن صفر ويابس الله يذكرهم بالخير اللي قابوا على هذه البطولة صحيح. كان أفضل حراس البطولات شاركوا فيها سواء بالصين أو اللي في السعودية فكانوا متميزين حراسة مرمى، فهذا كان ممتاز منتخبنا الوطني كابتن نايف بحراسة المرمى. نعم يعني أنا أقول لك يعني كنا يعني حتى حراسنا علي صفر عند احتراف فريق نمساوي صحيح، مدرب الحراس لبنادي الكويت، يعني أنا أحب أبشر النقطة هذه أشير فيها أن يعني أتمنى الله يوفقهم سواء علي الخضر اللي صحيح. يعني طلب من المنتخب البرازيلي ندرب حراس المرمى، هو مدرب حراس المرمى نادي الكويت اللي هم علي صفر وحسن صفر يستاهل. فهذا اشياء يعني تفرح المواطن الكويتي انه يشوف لاعبين ممتازين. صالح مسوي عرض من مايوركا الاسباني، يعني هذا عندنا احنا شباب عندنا لاعبين مميزين بس يحتاجون الى الدعم والاستمراريه. يعني هذا المنتخب من متى هو يدرب حسين الصين؟ بطوله الصين كانت اي شهر؟ بطولة الصين قبل 3 أشهر قبلها معسكر وللحين مستمرين هي. فهذا شيء يساعد على
ارتقاء مستوى اللاعبين، ان تكون استمراريه والتوليفه يعني اي بالضبط. يعني حتى منتخب، انا يمكن اشيد هالنقطه، الاتحاد ان حتى منتخب الناشئين ومنتخب الاشبال مستمرين للحين بتدريبات، يعني يستدعونهم لكل اسبوع فتره، يستدعونهم 3 أيام بالاسبوع منتخب الناشئين والشباب والبراعم. هذا شيء زين لما يكون في استمراريه حق اللاعب المنتخب، يصير في تجانس، يصير في ارتفاع مستوى الفني، هذا يعود فائده على المنتخب. خصوصا كابتن نايف ان منتخبنا هذا اللي قاعد يشارك اليوم في بطوله اسيا قضى معسكر جميل كان في كرواتيا وسلوفينيا وكرواتيا، ولعبوا مع سلوفينيا اعتقد وفتره الاعداد كانت فتره طويله. اي كانت فتره طويله، فهذا وحتى يعني لما كان بانت وحتى لما كان في نقاش من اخواننا بالاتحاد الكويتي كره اليد، كان النقاش ان الخطه الموضوعه ان بطوله الاسياد اللي كانت في الصين صحيح، وكذلك الاولمبيات اللي كانت قطر، هي اعداد لبطولة كأس العالم المؤهلة لكأس العالم بالبحرين، هي الأسيوية هذا هني. فأعتقد فترة الإعداد كانت طويلة، وكان يعني كابتن سعيد حجازي يعني بدل كثير باللاعبين أمانته، يعني اللي كانوا في الأسياد تغير منهم أكثر من لاعب، تم إضافة محمد علي العريان وراحوا الأولمبيات، بعد ما رجع أضاف فواز عبد الهادي، أحمد القطان، سعد الحيدري، بشاري صوان، وأنا أعتقد أن أفضل يعني الاضافات اللي موجوده اللي اضافوها انا اعتقد هم شاري صوان بحكم الخبره، ولاعب يلعب دفاع وهجوم بالضبط. اعتقدها كذلك حراسه المرمى، انت تتكلم عن حراسه المرمى تقول لي 3 بطولات، احنا يعني في كره اليد امانه بالضبط. من عمر دائما بالخليج وطول العربيه نتميز بالحراس، من عبد الرزاق البلوشي، من خالد انس، من يوسف الدويك، من تركي الخالدي، من يعني اكثر من حارس، عندنا تسلسل بالحراس الى علي صفر الى عبد العزيز الضفيري، حسن صفر، كذلك الحارس الثالث امانه الموجود مع منتخب الكويت حاليا مهدي خان، يعني من حراس مميزين صاحب الخبره طبعًا. احنا دائما بالكويت نتميز بالحراسه امانه ولله الحمد الحمد لله. وطبعا اكيد في اكثر من مركز هم نتميز باللاعبين الكثر، لكن في حراسه المرمى لا خوف علينا منتخب الكويت. لا شوف احنا حاليا نفتقد للاعبي الخط الخلفي بالضبط. اكيد احنا نفتقد لاعبي الخط الخلفي، اقدر انا اقول يعني معروف السبب ليش احنا افتقدنا الخط الخلفي منتخب. لما نرجع للدوري الكويتي نراجع المحترفين للانديه اللي تجيبهم، اغلبهم من يكونون خط خلفي، خط خلفي خلفي صحيح، باك يمين باك شمال سنتر. كل انديه كلها نادي واحد جاب حارس، نادي سالميه الباقي كلها خط خلفي بالضبط. فهني راح ياثر على اللاعب الكويتي، ما راح يلعب الخط الخلفي، ما راح يشارك اغلب المباريات تكون احتياط، هذا ينزل مستواه بالضبط. احنا شفنا محمد عامر، شفنا يعني الهندال الوحيد اللي كان يشارك باك مع الفيحل، شوف مستوى الهندال الحين صحيح من افضل اللاعبين. فاحنا لازم نعطي فرصه الباكات اللي احنا اللي يحتاجه المنتخب خط الخلفي ان يشاركون بالدوري، يعني كل الانديه تجيب خط خلفي وهدافين الدوري من المحترفين. نحتاج هذا المركز الضارب اللي هو من خط التسعة اللي يشوت، ما عندنا اي صح، ما عندنا يعني احنا عبد الله غربلي يذكره بالخير، محمد عامر صحيح، حمد الغرب اللي كانوا قوة ضاربة، هذه خلاص يعني لابد يكون في بديل لهم أكيد. لكن المحترفين يعني خذوا الأماكن هذه، طبعا هذا حق الأندية إن دي ما تعرف، أنا عندي خط خلفي مثلا أي بلعبة. فأعتقد إنه يعني المنتخب إن شاء الله سيعود بصورة أفضل، وإن كان هالبطولة هذا نتمنى أن يكون استمرارية لهؤلاء اللاعبين، تطعيمهم بعض اللاعبين منتخب الشباب الموجودين الحين، وإن شاء الله تعود الكرة الكويتية إن شاء الله يسابق عادها إن شاء الله. جميل. عندنا سلايد لتشكيلة المنتخب اليوم، خلينا نشوف سلايد تشكيلة المنتخب ولنا حديث عليها. هذه الأسماء اللي راح تكون متواجدة بشكل عام. كابتن عباس شلون تشوف تشكيلة؟ لا هذه ال20 لاعب اللي تم اختيارها التشكيلة أمانة، يعني بحكم ان الموجودين اللي لعبوا مباراتين هذه، يعني لو يكون في تغيير واحد ممكن فواز الشمري يطلع ينزل احمد القطان صحيح. حكم ان الجناح يحتاج للجناح، وحكم التدوير اللي قاعد يدوره كابتن سعيد حجازي عشان يوزع المجهود باللاعبين، وحتى مباراه اليوم هذا يرجع للجهاز الفني شنو يبي. تتوقع كابتن عباس نواف راح يلعب بالتشكيله الاساسيه من بدايه المباراه، ولا كابتن سعيد حجازي يمكن له نظره ثانيه؟ نواف قصدك الحراسه؟ اي لا الحراسه قصدك عبد العزيز الشمير، عبد العزيز الضفيري ولا علي حسن؟ علي حسن وممكن يفاجئك اليوم انه ينزل حارس ثالث مهدي خان انه يحتفظ بالحراسه صحيح.
وهو صحيح. هذا كل هذه المعطيات احنا نقولها بالضبط. مجرد اراء، لكن الحكم الاخير هو الجهاز الفني شنو يبي مباراه اليوم بالضبط. هل انت تبي تكون مثلا تفوز بالمباراه تطمع فيها انك تروح مجموعه ثانيه، او انت راضي ان تكون بالمجموعه الثانيه اللي فيها المنتخب العراقي وممكن يعني بشكل كبير يكون احنا والعراق وكوريا والبحرين، او انك تروح مجموعه ثانيه، هذا كله ترجع معطياتها حق المدرب شنو يبي. بس الاهم من هذا، الاهم من هذا انه يوزع المجهود. النتيجه حتى لو تخسر مطلوبه من جانب نفسي، انك ما تخسر بنتيجه كبيره بالنسبه حق اللاعبين انها تكون محبطه. صحيح. توزيع المجهود بين اللاعبين، عدم اظهار كل شيء حق لان الاهم في الدور الثاني. اكيد طبعا. على السريع كابتن نايف، اول 10 دقائق من سيناريو المباراه شلون راح يكون من وجهه نظرك؟ طبعا احنا قلنا بدايه اللقاء ان المنتخب الوطني منتخب ما يستهان به، فلا بد ان يعني يكون منتخب حذر من ناحيه الدفاعيه، عدم الخروج الاكثر من المسافه اللي يعني كان يلعبوا فيها اللي 9 متر و10 متر مقابله 6 متر. لكن هم لما نلعب 6-0 على 6 متر عندهم لاعبين صابوه من الخارج، فرانكيس كابوتي اصيباتهم خارجيه بالضبط. لكن اعتقد ان المباراه يعني بدايه راح تكون حذره منتخب الجانب الكويتي اكثر، حتى لو ما ننسى ان مباراتنا مع المنتخب القطري في الصين كان المباراه الكويت كان افضل، لكن انتهت بالخبره بالنهايه المباراه، يعني قدرنا نجارب منتخب قطري في الصين لاخر 4 دقائق، لاخر 4 دقائق بعدين فرق منتخب قطري، يعني احنا نقدر نأدي اداء، لكن هذه كره اليد وهذه الرياضه كل شيء متوقع في الملعب. الحكي يصير في ارضيه الملعب، لو شنو ما تسوي الملعب هو الفيصل. نعم صحيح. عموما قبل لا ننتقل نتمنى الفوز للمنتخبين، وإن شاء الله المباراة هذه تكون تليق باسم وسمعة هذين الفريقين الكبيرين وهذين المنتخبين الكبيرين. انتقل بالصوت والصورة لمعلقنا العزيز جاسم دياب لتعليقه على مجريات الشوط الأول، تفضل كلمتك. Please welcome our referees for this match from Korea, Mr. Bonal Koo and Mr. Seok Lee. Technical delegate officials, Dr. Chan Chai Sang-Sugiluk from Thailand and Mr. Lee Zhao-Meng from China. Asian Handball Federation official, Mr. Minoru Nakara from Japan. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Kuwait. Start the match and enjoy the fair play. Hey.
الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي تلفزيون الكويت، أحييكم أجمل تحية بهذا المساء، ومن مملكة البحرين الشقيقة يسعدنا أن نكون معكم ولقاء مهم بين المنتخب الكويتي وشقيقة المنتخب القطري. مباراة الفائز بهذا اللقاء سيكون هو بطل المجموعة، بطل المجموعة التي ضمت الصين، قطر، عمان، الكويت. خلاص أعلن وصول الكويت وقطر للدور الثاني، بس هذا اللقاء من هو الأول، لأن الفريقين قطر والكويت فازوا على الفريقين اللي معاهم اللي هم تايبي وعمان. إذن نتوقع إن شاء الله أن تكون مباراة جميلة ممتعة، نستفيد منها، نقنع جماهيرنا الوفية المحبة لكرة اليد أن المنتخب الكويتي إن شاء الله في القريب العاجل سيعود على منصات التتويج. مدرب الفريق الكويتي كابتن سعيد حجازي، معاه محمد علي مسعودان وأيمن ومحمد مهدي، ومدير منتخبات فيصل سيوان. مدرب المنتخب القطري المدرب جوران، بعد أن تم تغيير مدرب الفريق منتخب قطر، يقود هذا اللقاء الحكام شولي بونكو من كوريا الجنوبية. هذا لاعب المنتخب القطري ونادي الكويت الرياضي المحترف. هذا زاركو هذا كان بعيد عن المنتخب، المدرب الماضي لم يريد ضمه للمنتخب وأبعده أكثر من مرة، المدرب الحالي ضمه، أحد الأعمدة الأساسية زاركو. أمامنا صورة لمنتخبنا، بدلاء منتخب الوطني الاحتياط فرانكيس. رامية البداية مع المنتخب القطري باللون الأبيض، وإحنا باللون الأزرق، أزرق يا أزرق، جماهير محبة، شوف حتى لابسين اللون الأزرق. إن شاء الله تستمتعون. حارس المرمى بالمرمى أنادين تشكيل المنتخب القطري، أنادين زاركو مالكوفيتش، أحمد عبد الحق، أحمد مدين، ربايل كبتو، فرانكيس، إيليا، ممبش، على براشد، عبد الرحمن، طارق، ماريو توميتش، يوسف بن علي، أمين خيس، مصطفى هيبة، أمين زكار. أما منتخبنا حسن صفر، عبد العزيز الظفيري، فواز سعدون، عبد الله الخميس، صالح علي، عبد العزيز الشمري، محمد حسن، سعيد الحيدري، أحمد قطان، محمد صانع، فواز محمد، سيف العدواني، مشعل شمري، محمد غضنفر، عبد العزيز سالمين، يوسف نجم، محمد الهندار. تصويب كرة في البداية، إعاقة، سلامات شاري سيوان، قابل فرانكيس، ناخذ بالنا، بيصوب. تمريرة خاطئة، وهجمة لمنتخبنا الوطني. سنستفيد وتكبر الخبرات، تزداد الخبرات إن شاء الله لصغر سن اللاعبين اللي أمامنا، منتخب الكويتي الأزرق، وإن شاء الله وبإذن لا وتوفيق منه ومجهود من اللاعبين ومجلس الإدارة ومحبي كرة اليد سيعود أزرق اليد إلى مكانه. كرة مع منتخب الكويتي، عقا ورمي حرة خارج التسعة متر. مسوي هندال، أربع خطوات، ناخذ بالنا من الأربع خطوات. رمي حرة للمنتخب القطري، فرانكيس، تمرير، تماسك دفاعي، دفاع يا كابتن، دفاع، كان من العيار الثقيل. زاركو، ماركوفيتش، مصطفى هيبة، فرانكيس، وهدف. ناخذ بالنا من فرانكيس لاعب المنتخب القطري، نادي الكويت الرياضي، معروف اداءه، معروف لعبه، معروف قوته. فرانكيس مره اخرى، فرانكيس بيصوب، خذ بالك. تمرير، امين قحيص،
مصطفى هيبه فرانكيس 3-3 بالهجوم. نزل زاركو اللي امامنا بالصوره زاركو ماركوفيتش رجل لرجل دفاع المنتخب الكويتي. فرانكيس خطيره خطيره الله الله حلوه حلوه يا الضفيري حلوه يا عبد العزيز الضفيري هجمه عكسيه خميس روح خلص يا حبيبي اعاقه ورمي ما عليه ما عليه سعد الحيدري سعد الحيدري الاداء اليوم ان شاء الله يكون اداء جيد يمتعنا احنا واصلين واصلين يا اول يا ثاني لكن ان شاء الله نتمنى اداء جيد وخبرات مثل ما قلت لك فريق قطر فريق ليس بالهين ثاني العالم في بطولة العالم اللي قيمت في قطر صوب يا عيني عليك يا عيني الهندال محمد الهندال اللي أنقذنا في مباراة عمان وسجل هدف الفوز محمد الهندال بهذه البطولة يثبت إن شاء الله إن شاء الله يا رب أنه قادم لأخذ مكانه كلاعب متميز في منتخبنا الوطني لكرة اليد كرة معه زاركو إلى مصطفى هيبة لزاركو أوه آه الله 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 عليك الله يا الظفيري يا الظفيري يا عزيز يا عزيز عيني يا عزيز عيني آه سهلة كرة كرة سهلة يا الهندال ركز معاك المسوي هناك وانتو لما تخترق على طول كمل كمل فرانكيس بيصوب ناخذ بالنا خطير الجناح الأيمن حلو دفاعنا امسك اللاعب تبادل جميل لمنتخبنا الوطني 1-1 اربع دقائق كره مع زاركو الى امين حيس حيس لاحظ حلوه 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 يا الخميس حلوه يا الخميس حلوه يا عبد الله الخميس هذا يلعبون بنادي واحد نادي الكويت الرياضي الخميس وفرانكس شوف حيص فرانكس يحاول التصويب تماسك دفاعي جيد ناخذ بالنا اول مره اخرى اول مره اخرى لصالح المنتخب الخطري فاول صحيح قارب 9 متر بيصوب بيصوب يا عيني عليك وينك الدفاع وينك يا الدفاع ليش طلعت يا المسوي ليش طلعت اللاعب عبد الرزاق مراد يسجل هدف في المكان شوف راك صوب طلع صالح الضفيري سوى اللي عليه خطا من صالح ما عليه ما عليه يا صالح ما عليه ما عليه احنا ما نهجم الا لما تكون الكره مستعوذين عليها تماما تماما انا ليش اطلع اذا الكره مرتده ما عليه ما عليه يا شباب 2-1 تمرير الهندال كمل حلوة 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 صدى الحارس شاري سواد جات كرة مقشرة مقشرة خميس حلوة يلا يا عزيز يا عزيز يا عزيز يشم لا 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 يقول لمس الخط الكور يقول عزيز لمس الخط بنشوفها بالبطيء إن شاء الله إذا عادوها بنشوفها بالبطيء والمفروض تعاد المفروض تعاد من الشقاء في ملكة البحرين الإخراج يجب أن يعيد هذه اللعبة 2-1 ضاع منه هدف احتساب عزيز الشمري لامس فاول فاول يلاش سيوان خليك بالملعب العب ملعب يبي اللي يلعب كرة مع فرانكس برافو 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 عافية 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 حلوة 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 خطيرة خطيرة وهدف خطيرة وهدف زاركو في مكان أكثر من رائع 3-1 الكويت 1
كرة مع المنتخب الوطني، سبع دقائق دخلنا في الثمان، يلا يلا يلا، لا لا يا مشاري، لا 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 لا، على الستة اثبت له اوقف له. كرتين أنادين يتصدى فيهم، كرتين أنادين يتصدى فيهم، دقيقتين دقيقتين يا مشاري، شو تسوي يا مشاري؟ هل في دقيقتين لمشاري ولا من له؟ في لاعب طلع دقيقتين، مين اللي طلع؟ شمري، هذا مشاري موجود، اللي راح يصوب يوسف بن علي، يوسف بن علي وهدف، يوسف بن علي حتى الآن ثلاث أهداف المنتخب القطري، أخطاء من الدفاع، أخطاء دفاعية، ثلاثة واحد أخطاء دفاعية، نركز المنتخب القطري أربعة واحد صح، منتخب القطري لا تعطيه فرصة، منتخب يعني محترف، إذا قلنا محترف محترف، لاحظ كأجسام كمستوى فني كأسماء، يبغى أن منتخب الكويت مطالب بأداء جيد، مطالب بأداء جيد. حلوة، وين 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 وين، تاوني أقول لك حلوة، أوه الحمد لله، أشوة 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 اللي طلعت برا، ثمان دقائق راح نخلص، تسع دقائق، أربعة قطر اثنين الكويت، كرة مع الأزرق، تهدئ، وين رايح الكرة؟ ما زالت مع منتخبنا الخميس، كمل، صدها قطعها، كمل كمل، سلام عليك يا ولد الخميس، يا سلام عليك يا عبادي، عبد الله الخميس كابتن الفريق لسعله واحده من الاختراق، وهدف كويتي 100%، صناعه كويتيه، فرانكس، يا 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 الدائره يا شباب، الدائره يا شباب، من اللي سجل هدف؟ لاعب ماريو تومتش ماريو تومتش سجل الهدف الخامس، خبرات كبيرة، مستوى عالي، لياقة، يعني معسكرات طويلة، تكاكات مع المنتخبات الكبيرة، مشاركة في الدورات، منتخب القطري ماخذ يعني كل إمكانيات نجاح المنتخب. الهندال للخميس، تحرك دفاعي، وين؟ الله، لا قاعد لنا أنادين، خلاص أنادين اللي أمامنا، أنادين يا أنادين، ناديك يا أنادين، ديروا بالكم عليه، دير بالك عليه، هذه لوب، هو حارس يعني محترف، حارس يعرف شلون يلعب، ما عليه يا شباب، كل هذه الألعاب نستفيد منها، كل هذه خبرات. داركو، فرانكس، خذ بالك فرانكس، الدبابة الصواريخ فرانكس، كرة مع منتخبنا، ستة قطر اثنين الكويت، يبنى اثنين وراح نجيب، إنما التركيز، والله جاتنا فرص محققة، يعني ثلاث أهداف، يا سلام، لا يا مشاري، لا مشاري حتى الآن مش مشاري اللي نعرفه، يا سلام عليك يا الضفيري، يا سلام عليك يا عزيز، يا عزيز يا حلوك يا زينك، حتى الآن عزيز قاعد يلاعب منتخب قطر، شوف صوبوا يمين وشمال، علاء الدين براشد صوب، والظفيري صاحي، ساعدوا الظفيري يا شباب، هو يصد وانتو كافوه بهدف، ما يصير يصد وانتو تضيعون،
نعود للمباراة. الموسوي صالح، سالمين عزيز، إلى سيف العدواني، دشتي، فأول ورمي حرة، أول ورمي حرة، رمي حرة خلال 9 متر. حكام من كوريا، من كوريا، حكمين دوليين، لي وكو. خرجت الكرة برا المرمى، خرجت الكرة برا المرمى. يعني كرات سهلة قاعدة تضيع منا يا شباب، كرات سهلة. نعرف إن مستوى قطر يعني مستوى عالي وفاز بأكثر من مرة. في بطولة آسيا. ولدينا قدرات إن شاء الله. قابل زاركو، زاركو، زاركو. كرة مع المنتخب القطري، زاركو. لفرانكس، هيبة، با، هدف، 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 هدف من خارج 9 متر. مصطفى هيبة، مصطفى هيبة. يطلب مدرب منتخبنا الوطني سعيد حجازي تايم اوت، واعتقد في محله لاستدراك بعض الاخطاء وتوجيه لمنتخبنا. 7 قطر 2 الكويت. في حال فوز قطر سيكون هو اول مجموعه واحنا الثاني، العكس، الكويت الاول وقطر الثاني. التعادل اعتقد الحصيله لقطر. جمهور الكويت الحقيقه حاضر، ما قصروا، ما قصروا مع المنتخب ومع كل المنتخبات. لاحظ كلها جماهير مستمتعة بصالة جميلة بمملكة البحرين وبدولة جميلة. جماعتنا وأهلنا أهل البحرين كلها جماهير كويتية مبسوطين، وحضور للتشجيع والاستمتاع كذلك في البطولة هذه. هذه بطولة يعني المفروض ما تطوف أي محب لكرة اليد، إذا عنده وقت يقدر يروح استمتع بهذه البطولة. المنتخبات المختلفة، الصين، اليابان، كوريا، قطر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، السعودية، الإمارات. سيد بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وسيد شبيب الهاجري نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد، وسيد علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد. جهد كبير حق إذا يبذل من الاتحاد الآسيوي ومن الاتحاد البحريني، يكمل في يعني راحة كل المنتخبات. كل المنتخبات راضية عن كل شيء. خميس، سيف، سالمين، صالح. يا سلام عليك يا صالح، 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 صالحنا، صالح الموسوي. كرة جميلة، أول كرة يستلمها صحيح صالح الموسوي. خذ بالك منتخب القطري لن يهدأ، لديه إمكانيات كبيرة. زاركو، بعد شوي راح أتحج في نقطة مهمة، بس خلنا نلقى فرصة، خلنا نلقى فرصة. زاركو إعاقة ورمي حرة اللي قبل شوي. فرانكس، فرانكس، شوف يحاول يفوت، مسك وإعاقة من لاعبنا محمد قضنفر. خذ بالك، خذ بالك، يا سلام، يا سلام، أعطيته الأدفانتج، أعطيته، أعطيته الأدفانتج. قوم 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 قوم. 33، ماريو توميتش، ماريو توميتش، ورمية جزاء، رمية جزاء، رمية جزاء. نقول اللي علينا واللي لنا. حكام الحقيقة يعني حكام أداروا العديد من مباريات بطولات العالم. هذا بن علي، يا بن علي، يا بن علي، يوسف بن علي، لاعب الدائرة، رميات الجزاء. حاول، حاول الضفيري، لكن بن علي سجل، يوسف بن علي سجل. محاولة من الهندال، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. كرة مع منتخبنا الوطني،
15 دقيقة راح نخلص 16-8-3. فرص كثيرة ضاعت منه. حول للموسوي على طول من الخلف. سالمين. سيف. دقيقتين ما فيها حكم الكوري لي يعطي مصطفى هيبة. ايه هو مصطفى هيبة. مصطفى هيبة لا، امين زكار. ما عليه يا سيف. يلا يا سيف، نقص عددي نستفيد منه، نستفيد ونبتعد عن الاصابات ان شاء الله. ومطلوب منكم تقديم مباراة، نعرف مستوى المنتخب القطري، الجميع يعرفه الجميع، لكن ثقتنا كبيرة في لاعبتنا وأمالنا كبيرة في أن تعود كرة اليد الكويتية كسابق عهدها. سالمين عبد العزيز هندال. سالمين كمل يا سالمين، كمل يا سالمين، أحلى من هالفرصة. يا سلام، شو تسوي شو تسوي يا عزيز الشمري؟ ارفع ايدك، ابتسم، اضحك، هذه لعبة يلعبها الكبار. شوف شوف شوف، من زاوية صعبة. وعلى مين؟ على أنادين، على أنادين، زاوية مسكرة، لكن الشمري سجل. حلوة يا عزيزة، حلوة يا عزيزة، عزيز الشمري، وهدف من أحلى الأهداف، هدف من أحلى الأهداف، الهدف الرابع للمنتخب الكويتي. القطري 8 أهداف، منتخب الكويتي 4 أهداف. دقيقة 17 الشوط الأول هذه المباراة، الفائز راح يكون هو أول المجموعة والخاسر ثاني المجموعة، بالتالي لن يتقابلون في المجموعتين اللي راح يلعبون على الدور الثاني. تصويب عبد العزيز، يا عبد العزيز، يا عبد العزيز يا الظفيري، شو أقول شو أحكي؟ والله قاعد تأدي 17 دقيقة زي العسل، زي العسل. عسل السدر يقول فيه، يقولون فيه العلاج، وضفيري معالجنا. كمل، ما فيها شيء. يقول الحكم محمد الهندار ركز، ركز يا محمد، هذه المباراة ما هي سهلة أمامك. شوف مصاكة 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 ما شاء الله، يعني حتى لاعبتنا صايرين على صدورهم. طبعا في التشكيل حيدر دشتي، هيدر دشتي 84، لاعب نادي السالمية ومنتخبنا الوطني، واحد النجوم يعني نامل منهم الكثير. قابل، برافو، دفاع الخميس، هاي فتش الحديد إلا الحديد. يلا يا شباب، خارج 9 متر، حاكم يقول العب من مكان الخطأ. بعد صفر يا حاكم. زاركو، زاركو، إيلا، أمين قحيص لفرانكس، ناخذ بالنا فرانكس على الدائرة. في خطأ على الدائرة، في خطأ على الدائرة، يعني 33 ماريو توميتش قاعد يقطع ويوصل لنقطة. حطه بحضنك، حطه بحضنك. شوف شوف شوف، الهندال، محمد الهندال، لا يصير على يمينك ولا على يسارك، حطه بين ذراعيك وتحرك معاه، حتى لو مسك الكرة بيلف شبص عليه بيدك الثنتين، خلاص مسكه بيدك الثنتين. الألعاب واضحة. سيف لنا 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 لنا، سلامات يا سيف. هدف، هدف، هدف لمين؟ لغضنفر. هدف للكويت، هدف للكويت، محمد غضنفر. سيف طلع، اعتقد طلع ولا موجود. لازم نوجد حل، لازم نوجد حل. علاء الدين براشد، شوف في خطأ، في خطأ دفاعي، في خطأ دفاعي. 3 كرات الآن من على الدائرة، مش باشتراك لاعب، لا وحده بروحه. إن شاء الله نصلح هذا الخطأ، إنه الآن عدة أهداف من على الدائرة، يعني وقفناهم بقوة تصويب من برا. حتى الآن ما شفنا لا فرانكس ولا زاركو ولا قحيص،
انه يصوبون من خارج التسعة متر، لكن هم شغالين علينا على الستة. اذا هناك خلل سنصلح هذا الخلل، سنصلح. الخميس سالمين، سالمين للخميس، دفاع متماسك، اجسام بشرية صويبة فيها استعجال، وقاعد بالمرمى ينادين مسكر المرمى، جايب له قفل عود من العيار الثقيل، قفل من العيار الثقيل مسكر. يعني هذا يبي شلون تكسر هالقفل؟ هذه السالفه شلون نكسر؟ وان شاء الله راح نكسره، ان شاء الله راح نكسره. هجمه المنتخب القطري يا شقيق، واحد المنتخبات اللي تشرف القاره الاسيويه، نزل الان رافائيل كابوتي، رافائيل هذا ابو سمره، رافائيل قابل، اوه هدف 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 للمتألق رزاق مراد، رزاق مراد كابتن منتخب القطري، واحد النجوم اللي يعني هذا الجناح يعني مكانه شاري هذا المكان. 11 قطر الكويت 5، ما عليه شباب ما عليه، وقت طويل باقي 8 دقائق الشوط الاول و30 دقيقة الشوط الثاني، اقنعونا بالاداء، صلحوا الاخطاء، هذا هو المطلوب. خميس سالمين للخميس، كمل كمل، قاعد لنا انادين قاعده، حارس محترف، حارس يعني لاعبين. انا بقول شيء الحقيقه، انتظر هذه اللعبه بالخط الهجمه، يلا تصويب، لا تصويب فيها استعجال، تصويب فيها استعجال للاعبنا محمد حسن. الان الاتحاد الدولي سمح بانه اللاعبين المحترفين مو من دولتك انه يلعب، يعني مثلا وهو يعني لما اقول انا اقول المنتخب القطري اجانب، القانون الدولي يسمح يا جماعه، القانون الدولي يسمح بانه كل منتخب يجيب بس بشروط، والمنتخبات القطريه لاعبينها صح طبقونها صح، يجيب اللاعب فترة اللي لعب محزوبة، هذا القانون شيكو خطيرة واحد. إذا أكثر المنتخبات الآن أعزائي المشاهدين نكون صريحين، أنت بقوتك ما راح لك حد معين، وبقوة التعاون وبالقانون عندما تعطي لاعب كمحترف بصفوفك يعطيك قوة، يعني الآن اللاعبين القطريين اللي قدامنا كلهم قطريين صح، صج أساميهم هم، لكن أعطوا الهوية القطرية، فبالتالي قانوني مشاركتهم. ليش احنا ما نسوي مثلهم؟ عدة دول، عدة بدون ذكر الأسماء، عدة دول تعاونت وجابت لاعبين باختيار متميز، وبالتالي هو مواطن يعتبر، لكن ما له حقوق المواطن. يعني أكون صريح وياكم، هو كمواطن لاعب، وهذه يجب أن تدرس، يجب أن تدرس من اللجنة الأولمبية، من الهيئة العامة للشباب الرياضة، سالفة صارت سالفة احتراف، سالفة صارت سالفة احتراف. نعود للمباراة، الكرة معه قاطر خطيرة، خلاص خلاص خلاص، جراح 23 علاء الدين بوراشي، علاء الدين بوراشي. أتمنى إن شاء الله لعبتنا ما يكون عندهم هبوط قوي ويكملوا المباراة، باقي 5 دقائق ونص، وأدائنا في البداية كان جيد، انكسرت فينا إضاعة الفرص المحققة على الدائرة، لكن هذا ما يدعو إلى أن نستسلم في المباراة. أمامنا مباريات قوية، منتخب القطري منتخب قوي، هو قوي جدا. حتى لا الكرة مع منتخبنا، شمري عزيز، خميس حلوة حلوة، هو حسن محمد حسن، محمد حسن حلوة يا محمد، حلوة يا أبو حسن، محمد حسن اللي لعب بدال الموسوي، سلم كرة جميلة، شوف على طول وضعها بكل ثقة، برافو برافو برافو. 13-6 كرة مع منتخب قطر،
داركو حيص وبتيه هذبوا. يا سلام يا سلام يا سلام، كمل اطلع اطلع على طول للامام. رجع المنتخب القطري، كمل اعطي خل با با با. حرام حرام، هدف هدف لنا، رجع علينا رجع علينا. 23 اللي سجل هدف على الدين بوراشي. كره كانت يعني جاهزه لتسجيل هدف لكنها ضاعت بالتمرير الخاطئ، وهجمه للقطريين. 14 قطر 6 الكويت، فارق 8 اهداف. بهذا الاداء الفارق طبعا طبيعي. منتخبنا اخطا العديد من الهجمات والعديد من الاخطاء بالتمرير والدفاع. صعوبة، شوف الصعوبة شوف الصعوبة شوف الصعوبة صعوبة 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 انك تمر من اللاعبين القطريين منتخب القطري. بكل تجرد وبكل يعني ايمان وثقة انه يجب ان تكون الحركة الرياضية الكويتية كلمة في إصلاح بعض الأخطاء البسيطة، لن ننافس على بطولات إلا إذا كانت فردية، لن ننافس. فرق اللي أمامنا فرق متمرسة محترفة، فيها محترفين على مستوى عالي مستوى عالي، خاصة أنهم يعطون هوية البلد، وهذا القانون الاتحاد الدولي سامح. خلاص إذا الاتحادات القارية كلها أفريقيا آسيا أوروبا كلها تسمح كلها تسمح، ما في هذا لاعب اجنبي، لا هذا يحمل هويه مالت البلد، هويه هويه للعب. بالتالي هناك فروقات كبيره، انما لها شروط لها شروط واختيار جيد. خلاص ما راح اتكلم بهذا الموضوع. كره مع الازرق، اعاقه، ما عليه ما عليه ابدا ما عليه ما عليه. هجم المنتخب الكويتي 28 دقيقة، مرت بسرعة. والله المنتخب الكويتي قاعد يعني الظفير يا عبد العزيز، حارس المرمى لاعب مباراة كبيرة. شوف شوف، يلا يا صانع يا صانع، كبيرة هذه يا صانع، هذه لو عندي اسجلها عن 3 اهداف. محمد الصانع شوفه 18، محمد الصانع شوفه شوف 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 من عليه يا حبيبي يا حبيبي. هذا الهدف، هذه خبرة، هذه مو كل لاعب يقدر يلعبها اللفه هذه. اذا محمد الصانع يعني لاعب ومتدرب عليها، برافو يا محمد، هدف جميل. قلت لك كوفيد سجل 3 اهداف لكن القانون يقول هدف. يلا يا شباب يلا يا شباب، حتى الان احنا نقدم مباراه جيده، هناك بعض الاخطاء لكن المنتخب الكويتي لا شكل لا شكل. قطع كمل، العب عكس، لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا تضيع. هذه الكرة وين احنا ناخذها؟ وين نستحوذ عليها؟ ضاعت. اعطينا المنتخب القطري هدية، اعطيناه هدية، العب لعب عادي، استلم الكرة، ما عليه ما عليه. يعني كان في التايم اوت يطلب مدرب المنتخب القطري لانه خطب في الكرة، وبالتالي اصبح من حقه يقدر يطلب تايم اوت. طلب، وهذا كابتن سعيد حجازي يتحدث مع لاعبتنا وايمن الشيخ، وجماهير تتابع وتستمتع وتمتع نفسها بهذه الصالة الجميلة وهذا الأداء المتميز وهذه اللقاءات الراقية للمنتخبات الآسيوية. فنيين وإداريين وحكام من الحضور وجماهير، منتخب الكويت لما تتحسب هذه البطولة 21، فاز منتخب الكويت 4 مرات ببطولة آسيا، فاز 4 مرات. لذلك دائما نقول احنا ما احنا قريبين على هذه البطولة، احنا اهلها احنا جماعتها، لكن سنة الحياة والتغيير اللي يصير
تبقى ثقتنا في لاعبتنا وإداريين لا حدود لها بأن تعود كرة اليد، لأن الآن نلعب كرة يد إلى سابق أهداف، هذا شيء ما هو مستحيل. يا سلام يا سلام. قطر تهاجم والكويت تدافع، باجي آخر ثواني ناخذ بالنا من هالكرة، يبون يسجل، برافو، خلي بالك، يلا يلا، هذه لازم نسجلها، دشتي يا دشتي يا حلوك يا حلو، خلاص صفر صفر، انتهى الشوط الأول، انتهى الشوط الأول، انتهى الشوط الأول بهدف للمنتخب الكويتي عن طريق حيدر دشتي، من عبد الله الخميس لحيدر، حيدر ما خذ ارتقاء وصوب وصاد الحارس نادين. أعزائي المشاهدين، شوط يحتاج إلى تحليل، لحظات قليلة ونعود للاستوديو التحليلي ومحللي تلفزيون الكويت عباس طه ونايف الرندي. إلى هناك. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد انتهاء الشوط الأول ومجريات هذه المباراة اللي جمعت ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب القطر الشقيق، وطبعا انتهى الشوط الأول بتقدم وفارق شاسع ما بين منتخبنا ومنتخب القطري ب14 هدف مقابل 8 أهداف. كابتن عباس، خلينا نتكلم بالبداية عن نقاط القوة والضعف ما بين الفريقين. شوف، بداية غير موفقة حق منتخبنا أمانة. كبداية يعني أضعنا كثير من الفرص، يعني أضعنا من 6 متر يعني من شاري صيوان، أضعنا من الجناح. اللعب فيما بعد استلم القيادة فرانكيز في المنتخب القطري، سجل أهداف وأسست للدائرة أكثر من كرة. الحلو في الفارق بين المنتخبين، لما تطالع التسجيل عند المنتخب القطري سجل من جميع الأماكن، من الأجنحة بالضبط، من الخط الخلفي، وهذا معناه هناك في فكر مدروس، في طريقة لعب، في أسلوب لعب. إحدى ربعنا يعني أكثر اللعب كان محصور نوعا ما في وسط الملعب وأنا ما لومهم على هذا. الفريق نفس المنتخب القطري لازم يكون عندك خط خلفي يعني يسدد، وخط خلفي عشان يفتح المساحات حق الأجنحة. هذا هم طبعا جهة صالح الموسوي هي الجهة القوة بالنسبة لنا، كانت نوعا ما مغلقة يعني. صحيح. هذا فأنا أعتقد شوط أول مو بالطموح، حتى لو كنا نفكر إنه بنروح، أنا قلت بساعة إنه بنروح المجموعة الثانية لازم نطلع بنتيجة زينة كنفسية حق اللاعبين أساس إنه حق الأدوار الثانية. جميل. من وجهة نظرك كابتن نايف اليوم شلون شفت الشوط الأول؟ طبعاً مثل ما تفضل كابتن عباس إنه ما كان أداء متوقع من منتخب الكويت، خصوصاً يعني إنه بعد نظام التأهل المفروض يكون يلعب بريحية
امام التاهل تلعب تقدم مستوى افضل مثل ما قال كابتن جاسم جاب بدايه التعليق قال احنا متاهلين لكن نبي اداء نبي طبعا. مستوى فالشوط الاول اخطاء وايد اخطاء منتخب الكويتي سواء من الدائره او من الاجنحه او التسديدات الخارجيه او الفاست فاعتقد ان هذه الاخطاء يعني مو سهل انك تضيعها امام منتخب قطري يعني لما تحصل لك فاست بريك او كره على 6 متر الدائره وتضيعها ما تحصل فرصه ثانيه من تعتمد على ما قال بشاري التصويب الخارجي صعبه اضافه العكس ذلك الى المنتخب القطري لما لعبنا دفاع 6-0 صار اعتمد على التصويب الخارجي اضافه الى تالق الحارس عبد العزيز ظفيري صد اكثر كره صحيح من اجنحه من الخط الخلفي لكن كان في ثغره في الدائره دائره قطر او لما يقطعون الاجنحه يكون المنطقه وسط الملعب هذه بين الثلاث لاعبين استلم بريحيه اللاعب القطري يسجل على عبد العزيز ظفيري يعني كان يتقدم مثل عبد الله الخميس يقابل الفرانكيز اللي ورا ما يغطي مكان مع الدائره فهذه النقطه هذه وايد يعني كان يعاني المنتخب الكويتي النقطة اللي استلام الدائرة أكثر من كرة مرتاح يسجل بالضبط. أعتقد أنه يعني مدرب سعيد حجازي شوط ثاني يعني هو بدل أكثر من لاعب بدل أكثر من مركز لاعبين يعني شفنا حيدر راح جناح صح. حيدر لعب باك أبي عيسى سالمي نزل سيف نزل لعب أكثر من لاعبين أعطاه فرصة العريان نزل أي العريان نزل كلهم لعبهم لعبوا عمل تدوير التشكيلة ممتاز. لكن لابد يكون هناك ثبات التشكيلة أنت لابد تكون تلعب بطولة آسيوية مؤهل كأس العالم لازم عندك ثابتة تشكيلة أساسية تلعب فيها بعد تقدر تغير لكن أكثر من لاعب يلعب كذا مركز ما يكون تجانس مثل لما يكون تشكيلة ثابتة أول شيء أحب أثني وشيد على عبد العزيز الظفيري اليوم طبعا أدى أداء مميز نوعا ما نقدر نقول بعدم وجود الدفاع المميز احنا لا زالت الأخطاء كابتن عباس يمكن لا زالت موجودة خطأ الدفاع لا زال موجود من مباراة عمان لغاية مباراة الخطأ الموجود في دفاع الكويت عملية تسليم والسلام بالضبط لما يقطع الوينج من يستلم من يسلم تسلم اللاعب حق هذا تروح تنتقل حق الثاني فعملية تسليم والسلام كانت شو نوعا ما مربكة بالنسبة حق دفاع الكويت عبد العزيز الظفيري أمانة أجاد الشوط الأول لولا عزيز الظفيري كان فرق أكثر بالنسبة حق النتيجة بالضبط. احنا ما يميز منتخب الكويت هو قوة الأجنحة بالضبط كخط خلفي ما نملك الخط الخلفي القوي اللي يعطيك مساحات او يسدد وهذا ولم يتم تفعيلهم فلازم تفعل وتحضر بالنسبه حق الاجنحه وتعطي مساحه غير هذا انت لما يكون ما عندك هجوم بقوه الدفاع القطري لازم تستثمر اللعب السريع والفاست بريك انا قلت لك في معطيات او فكر بالنسبه حق الجهاز الفني انا اتكلم ككرتية مثلا كل ما اشوفهم عم نايفه لكن في جهاز فني يمكن يخاف من الاصابات يخاف من مجهود زايد صح. ما أدري بس أنا مو معه أن أنا أخسر بنتيجة كبيرة صحيح. لأن هذا من جانب نفسي حق اللاعب بالنسبة حق الدور الثاني راح يكون نوعا ما مؤثر أمانتين يعني جميل. المباراة الطالحة أنت بين المنتخب القطري الكويتي أهميتها واضحة من المباراة يعني مو يعني ما فيها الجدية القوية يعني هذا تحس أن المباراة كل واحد بيحافظ على رتم لاعبينه أنه ما يتعور أنه يدور أنه ما يصاب لاعب عنده أنا شفت سيف ما عندي إذا هو أصاب ولا أنا طلع يعارب من الملعب وأعتقد إذا سيف مصاب راح يأثر نوعا ما على تشكيلة الفريق طبعًا. فأنا أعتقد شوط نوعا ما مو متوازن من الكويت يعني مو بالفكر لهذا أنا ما عندي مشكلة أخسر بس صح. ألعب أشوف في اللاعبين وهذه طريقتها لأن النتيجة الكبيرة والفارق الكبير يأثر على معنويات اللاعبين بالنسبة حق دور ثاني بالضبط هذا اللي كنت بقول لك يا كابتن عباس يمكن كابتن نايف تأثير نتيجة مباراة اليوم على الأدوار القادمة راح يأثر سلبي على اللاعبين اليوم حتى لو أنك تخسر مثل ما تفضل كابتن عباس أخسر بس أخسر بأداء نتيجة عدل لا شوف حسين يعني احنا نتكلم عن مباراة عمان أثرت نفسيا على اللاعبين بالضبط يعني مباراة عمان تعادل آخر ثواني تسجل هدف بالضبط ما كنا نقول احنا يعني على اللاعبين نفوز على عمان يعني فرق اكبر مرتاحين واضافه يمكن مكتوب عبد الحق شاري منتخب عماني منتخب لاعبين اغلب لاعبين الشواطئ واعمارهم بال40 و30 بالضبط هذا واحد هذا اثر نفسيا نيجي المباراه اللي بعدها مباراه صين تايبي كان الفرق كم؟ كان الفرق صرنا 10 انتهت المباراه فرق 4 هذه اثر على اللاعبين نفسيا اليوم راح ياثر اكثر اذا صار الفارق يعني وصل الحين الفرق كان 14-7 وصار 14-8 ممكن يزيد الفارق الشوط الثاني هذا راح ياثر اكثر فانت لازم تكون مهيئ اللاعبين حق الدور الثاني الحين بالضبط همك الحين مو قطر مباراه قطر خلاص اكيد يعني محسومه بينت ان منتخب قطري فارق فنين اكثر اكبر مني صحيح لكن هيئهم حق المباراه القادمه من خلال ما قال ابو شاري انه ما يصير الفارق بعد يوصل 15 يوصل 11 12 راح ياثر اللاعبين خصوصا الفرق الدور الثاني
نفس مستوى قطر وممكن احسن بعد بالضبط. فاعتقد ان المدرب لابد انه يكون هناك يلعب بتشكيله ثابته، انه يلعب منتخب يجهزه حق الدور الثاني من خلال انه يلعب تشكيله هذه، طبق الخطط طريقه الدفاع اللي هو يبيها، ما في شيء ينخش الحين خلاص كل شيء انكشف صح. كل الفرق شافت الفرق الثانيه، فاعتقد ان المدرب لابد انه هني يهيئهم للدور الثاني من خلال انه يلعب مع منتخب قطري بالطريقه اللي هو يبيها، ما يخش ما يكون ما في شيء يعني يخفيه خلاص أكيد. يلعب طريقه اللي راح يلعب فيها في الدور الثاني بالضبط، يكشف كل الاوراق خلاص، كشف الاوراق كلها يعني تقريبا يعني ما عندك شيء تخسره ايوه خلاص انت الحين الفرق الثاني قاعد طالعك بالضبط، شافتك مع عمان وشافتك مع السيد دايبي صحيح، واليوم قاعد يشوفون فشبت يعني ما راح تخش شيء عنهم، فهي الفريق بتشكيله انت راح تلعب فيها في الدور الثاني تشكيله ثابته أيوه. ستكون في تجانس اكثر بين اللاعبين. كابتن عباس شنو المطلوب اليوم من الكابتن سعيد حجازي لتدارك الاخطاء في الشوط الثاني؟ شوف من المباريات هذه عشان انت تستفيد منها كمدرب عندك تعد البديل. دائما احنا نقول في كره اليد الفريق القوي اللي يملك البديل اللي يوازي اللي يكون موجود بالضبط، لما يكون عندك فريق ما تحس انه في بديل متوازي هذا ما يكون عندك مثلا تي مباراه هذا مو زين انتهت المباراه، لا احنا قاعدين نبني من حراس قويه امانه يعني بالشوط الاول التميز فيها حق حراس اثنينهم صحيح، ترى حتى حراس القطري تصدى حق كرات من 6 متر صحيح. نجم صحيح. وقبل هالبطوله حصل على افضل لاعب، انت لو بتلاحظ كل البطوله 80% ل 85% افضل اللاعبين يكونون حراس حراس طبعا، وهذه كره اليد طبعا، كره اليد دائما تبني فيها 50% حارس المرمى، حتى دفاعك تبني على قوه حراستك، إذا صحيح. كان عندك قوة حراسة يلعبون 6-0 مسكر أساسا عندك عهابة، إذا كان الحراسة نوعا ما يبدأ الدفاع متقدم. أنا أعتقد كم تسعيد اليوم إذا شفت أنت اللاعبين الأساسيين ما في يعني كمستوى أو كطريق عد البديل، لعب البديل خلى ياخذ فرصته اليوم، خلى أنت تطمن عن أن عندك بديل يقدر يلعب، خلى يلعب الطريقة اللي أنت تبيها، لكن انا مو مع ان الفارغ يرتفع، لان لا تقول لي انه ما راح ياثر على مستويات اللاعبين، ولا تطلع لي بعد البرنامج لما نروح هناك يقولوا والله لا والله احنا واصلين عشان شيء قاعد نسير المباراه، لا لا مو صحيح صح. انت تسير المباراه لما يفيدك بالضبط، شنو تستفيد منه؟ يعني انا ابدا مثلا عز الظفير اليوم شفت الشوط الاول تميز وهذا اقدر انزل حارس الشوط الثاني واشوف اطمئن على النتيجه مستواه. بالنسبة حق الأجنحة اللي ما أخذ فرصته أقدر ألعب أشوف شنو يعطيني، ما أقدر ما يعطيني ما يعطيني، لكن دفاع 6-0 مسكر بدون ما تغابل اللاعب اللي يسدد أعتقد هو دفاع سلبي. الدفاع المطور للحين 6-0 مع مقابلة المسدد اللي صحيح. اللي يسدد على المرمى، يعني فرانكيز الشوط الأول سدد 3 أول بداية المباراة أي. كان في ضغط 6-0 هذا سدد هدف واحد وضع ثنتين وهذا نتيجة زينة، لكن فيما بعد من المباراة حصلت عندنا ثغرة في عملية مركز الدائرة، لكن الحلو في منتخب القطري لما تشوف منتخب القطري وتقول فريق متمكن وهذا انه سجل من جميع الاماكن بالضبط بالضبط. كابتن نايف ممكن نشوف الشوط الثاني منتخب القطري يعمل تبديل وإراحة لبعض اللاعبين بما انه هو يعني فارق بالمستوى فارق بالنتيجة فارق بكل شيء، ممكن انه يريح لاعبينه فرانكيس وغيره واللاعبين المميزين في الفريق، وفعلا بدا بشوط نهاية الشوط الاول بدا يريح اللاعبين يعني يريح فرانكيس وريح اللاعبين الأجنحة، فاعتقد هم راح يريح اللاعبين الشوط الثاني بوقت افضل، يعني ممكن يلعبهم اول بداية المباراة مجرد يعني يلعب بداية المباراة طمن النتيجة يمكن نزيد الفارق، واحنا ما تمنى هذا يحصل انه يزيد الفارق اكثر من اللي الحين 14-8، فاعتقد راح يريح اللاعبين. هني انا اقول يعني حتى لو يريح اللاعبين ممكن سعيد كابتن سعيد حجازي يشتغل هذه النقطه وانه يلعب التشكيله اللي هو يبي يلعب فيها احساس انه يعدل الفارق شوي يقرب النتيجه، ما تطلع يعني لما تطلع مع منتخب قطري انت فرق واحد او فرق اثنين يعني نفسيا لك زينه، يعني هذا منتخب مرشح للبطوله وماخذ البطوله 4-5 مرات، فانت ما تطلع فرق واحد او فرق اثنين يعتبر لك انجاز يعني مستوى متميز حق اللاعبين زين ايه طبعا يعني طبعا ايه طبعا حق الدور الثاني راح قلت مثل ما قلت قبل شوي راح تواجه فرق نفس مستوى قطر بالضبط، فاعتقد انه الشوط الثاني شوط سعيد حجازي يهيئ الفريق للدور الثاني، ارد اعيدها مره ثانيه يهيئهم لمباريات الدور الثاني اللي هي الاهم، الحين ضمنت المهم الحين عندنا الاهم صح. الدور الثاني مثل ما تفضل مشاري ممكن راح تقع في مجموعه تفوز على واحد او ممكن الكره يعني تؤدي مستوى افضل يعني ممكن تطلع الثاني تضمن تاهل لكاس العالم، كل شيء وارد في كره اليد يعني ما في شيء مستحيل اذا تؤدي في ملعب اداء تميز وبروح عاليه. احنا نتمنى يمكن كابتن عباس
استغلال الأجنحة بالشوط الثاني، لأن عدم تفعيل الأجنحة هو يمكن من أسلحة الكويت الفتاكة، عزيز الشمري وصالح المسوي، أسلحة الكويت اللي تعتمد عليهم اعتماد كلي حاليا، بما أنك أنت ما تملك المصوب عدل. لا شوف، هو عملية أنك تستغل الأجنحة لازم يكون عندك خط خلفي أساس تستغل اللاعب الدائرة الأجنحة، لكن تقدر تلعب أنت تجرب سبع لاعبين اللي تقدر تعطي فرصة حق الدائرة، تعطي فرصة حق الأجنحة، عد الفريق. شوف لو بتشوف رتم المباراة تحس أن الفريقين مقتنعين أن هذه المباراة تأدية واجب، بس أن أنا واصل أول وهو ثاني، أن أنا ما يكون عندي إصابات وهذا. وشوف مع عملية تغيير اللاعبين وتدوير بالنسبة حق المنتخب القطري أو ثبات نوعا ما، تشوف من عشر لو مساعدت أثبات التشكيلة. جميل، نتمنى إن شاء الله الشوط الثاني يكون يليق باسم مستوى الفريقين، ونشوف عودة لمنتخبنا الوطني بإذن الله. أنتقل بصوت وصورة للزميل والمعلق جاسم دياب، تفضل كلمتك. ومحللي تلفزيون الكويت عباس طه ونايف الرندي، بدا الشوط الثاني، رميه البدايه مع المنتخب الكويتي، لم نستفيد منها وهجمه للمنتخب القطري. على منتخبنا الوطني الخروج من هذه المباراه بفوائد كثيره وكبيره، خاصه الجهاز الفني قالت كابتن سعيد حجازي يجب أن يركز على هذه العملية. كرة مع فرانكس، عالدائرة، رامي الجزاء. رامي الجزاء وظهر في دقيقتين، ولا لا؟ لا إن شاء الله ما في. هنا احنا لا والله ثلاثة، في دقيقتين من حق ما في. رمي الجزاء، حسن صفر اللي راح يصوب، يوسف بن علي، خبرة يوسف بن علي، حاول حقيقة حسن صفر. لا نستعيل. يا الله أكبر، يعني رامي حرة لنا. فيك غيرت رأيك، غير رأي الحكم، عادي ممكن يكون سوى قرار وكلم رفيجة قال الكرة صالح يصلح، هذه طبيعي عادي. هجمة المنتخب قطري، احنا كنا مستعجلين في الهجمة الماضية، لا يجب ان نجاري المنتخب القطري في السرعة والتركيز الهجومي والقوة بالدفاع. شوف يا سلام، يلا يا الخميس لدشتي، للخميس ما راح يقلونك، مسكر الدفاع، خطفت عكسية، هذا اللي احنا نقوله، نركز الكرة يعني ما تطيح منه الا بقتال، قاعدين ياخذون كرات سهلة. لاحظ نلعب بطريقة رجل لرجل، دفاع منطقة ومتقدم، محمد حسن خطيرة، رمي حرة خارج التسعة متر، يلا يا شباب شدوا بالدفاع، ما حد معاه هناك، وكثر من هذا، صوب كرة فوق، ما راح يكثر من هذا. هجمة المنتخب الكويتي، خميس، شوف الدفاع القطري يتحرك مع الكرة، مسكر الستة متر كلها كأنه 20 لاعب، هم إمكانيات جسمانية صحيح لكن مسكر، ما مو معطي فرصة للاعب منتخبتنا المرور من الوصول للستة متر، وبالتالي التصويب من برا عندهم الحارس أنادين وإمكانياتهم الجسمانية. يلا يا شباب سالمين،
شوف وايد كرات تطيح، وايد استلام. يا سلام عليك يا حيدر، يديك حلوه يا حيدر، حلوه يا حيدر، حلوه. قداع ثم المرور ولف الكره، لف الكره بالرزق الجميل. هدف جميل لحيدر الجميل، هدف جميل لحيدر الجميل. تسعى الكويت 15 قطر، ثلاث دقائق راح نخلص اربع دقائق. نستفيد من هذه المباراه، شدوا حيلكم يا شباب، لا تهدون. المباراه تبي تركيز، تبي قوه، تبي دفاع. حلوه، كمل روح، كمل. لم تمرر الخميس صحيح. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، كان ممكن نصطادها بالفرار فاست بريك، كان من الممكن، احسن مما كان. فرانكس 24، فرانكس تصويب، والسبع البطل حقيقة، البطل عبد العزيز الظفيري، عزيزنا عزيزنا وعزيز منتخبنا عبد العزيز الظفيري. برافو يا عبد العزيز، برافو يا عبد العزيز. مباراة كبيرة، لم يعني يرتبك حتى مع تسجيل أهداف عليه، لم يرتبك ولم يهتز، بقى على مستواه، يحتاج إلى المساندة من زملائه. حلوة يا عزيز، كرة مع منتخبنا. عبد الله الخميس إلى الهندال، للخميس مسك الكرة، كمل. هذه قطع من داخل اللاعب، قطع اللاعب القطري من داخل الستة متر، شوفها شوفها من داخل. هذه رمية جزاء، هذه رمية جزاء واضحة. افتح عينك يا حكم، انت حكم كبير، لكن هذه رمية جزاء. حلوة حلوة حلوة، واحدة والثانية، واحدة من بشاري والثانية من الخميس، والخميس اصطاد دريان. حلوة سالمين، صوب بشاري صيدها دريان، الخميس صوب، خلاص كافية دريان، كافية يا نادين. مو دريان نادين، جماهير بدت تشوف، شوف تبي تبي، بس الحركة، الحركة فيها بركة، حركة فيها بركة. حلوين يا شباب، حلوين يا شباب، ما علينا من نتيجة، علينا من أدائكم. كرة معه، ركز، خذ بالك، ركز، خذ بالك، ضاعت. يلا لمسكها يا يوسف، يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا الشمري، يا عزيز عيني، وارفع ارفع اسم بلدي يا عزيز عيني، وانا رايح لبلدي. 15 11، حلوة يا شباب، هذا الكلام اللي نقوله، ركز، استفيد، صلح، فنن أربكة. حلوة حلوة يا عزيز، حلوة عزيز الشمري. اضطر مدرب المنتخب القطري المدرب قوران أن يطلب تايم أوت، وقت مستقبل، مضطرا ولا على هوا. صافقوا، استمتعوا، الأزرق شعار الكويت، لون الأزرق، الأزرق يعني على أحد المسؤولين في إحدى كثير من البطولات، إلى في أي اللعبات، إذا لم يكن أزرق الكويت موجود فالبطولة مشي حالك. بطولة بوجود الأزرق وجماهير الوفية يعطي حلاوة، يعطي الطبخة طعم. أنادين حارس المرمى الحقيقي الشوط الأول سكر شوارع وسكر الفرجان علينا، هذا اللي أمامنا بالصورة، عطلة متاريس في كل مكان، إنما الشوط الثاني لا لا لا، إن شاء الله راح يكملون شبابنا، إن شاء الله راح يكملون. نبي أداء، خلي النتيجة على جنب، إحنا واصلين واصلين، بعد شوية أقول لكم مجموعات، يعني الآن بعد هذه المباراة، مباراة العراق والعراق وكوريا، العراق وكوريا أو كوريا وإيران، كوريا وإيران، الفائز راح يصير الأول، الخاسر الثاني، نفس أداء هذه المباراة. عليه، يا سلام يا سلام يا عزيز، يا سلام يا عزيز، يلا مرة ثانية والثالثة، كرروا. كرة مع مصطفى هيبة، الدائرة خطيرة خطيرة، على الدائرة على الدائرة، ركز على اللي على الدائرة، هذا المسك، المسك يعني جسم
بنيان رابي رابي على الدائرة، وهذا صحيح انت لا تلعب على الدائرة الا واحد امكانياته الجسمانية قوية، حتى باللف بالتصويب، التصويب خله كل واحد يصوب، انما باللف لما يكون باني جسمه مو ضعيف يقدر يلف بالمدافعين. 16 قطر الكويت 11 شوط ثاني يمتعنا فيه لاعبي الازرق والقطريون، والقطريون اصحاب الانجازات كما هم الكويتيون. عدنا وعادت الاخطاء، عدنا وعادت الاخطاء. خلي بالك ان خبره اللاعبين القطريين اثناء التمرير يقدر يطلع بصوره مفاجئه يربك تمريرتك، لذلك ركزوا لا نتحدث تدريبيا، ولكل كتاب عنوانه، واحنا كتابنا التعليق عنواننا التعليق. تبقى ان شاء الله الامور الفنيه للكابتن سعيد حجازي خطيره، خذ بالك سكر تحرك مع الكره، زاركو فرانكس خلي بالك زاركو، رابكه رابكه وين وين بيصوب، صوب رامية جانبية رافعين الحكم مرر وصوب، خلوا بالكم انه راح بس يمرر يصوب، ما في مجال يمرر، راح يصوب لازم يصوب، خلي بالك خلي بالك يا حبيبي حكم اخر تمريره اخر تمريره راح يصوب، لاعب يقول انا راح اصوب، خليه ياخذ خطوتين. 11 الازرق الابيض القطري العنابي 17 شوط جميل، قللوا الاخطاء يا شباب قللوا الاخطاء، ركزوا بالاستلام والتمرير الصحيح. سالمين للهندال دشتي ولا منو؟ لا نزل فواز سعدون، فواز هذا فواز، يلا يا عزيز يا عزيز، حلوة حلوة ما عليك حلوة، سالفته سالفة سالفته سالفة يا نادين، سالفته سالفة. يعني منتخب قطر يحتاج يعني يختار اللاعبين بحراسة المرمى، يعني مثل عنده أسماء يدور 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 لين يصطاد الحارس المتميز، يعني إدارة على فكر كبير فنية وإدارية باختيار. روح كمل الهندال كمل دقيقتين، محمد الهندال اصطاد هدف، ودقيقتين اللاعب القطري باعتباره مثل يوهم الحكم انه داخل الهندال دخول خاطئ. برافو برافو حكام الكوريين، حكام من العيار الثقيل، قبل شوي عاتبتهم على رمي الجزاء لان اللاعب القطري قادم من الداخل، يبقى من افضل الحكام الاسيويين وبالعالم الكوريين الكوريين. لي وكو هذا كو ولي لا القصير يعني يمل، حكام يعني اداروا العديد من نهائيات كاس اسيا وبطولات العالم شاركوا فيها. كره مع قطر فرانكس، يلا يا شباب فرانكس، زاركو ما بين ولا نبي يبين، هذا زاركو هذا حيس حيس، فرانكس وهدف فرانكس وهدف، مرر فرانكس لاعب المنتخب القطري ونادي الكويت الرياضي، أحد نجوم اللعبة وهداف بطولة العالم في إحدى البطولات، كان هداف العالم يعني ما هو سهل. كمل كمل، السلام عليك يا الهندا، يا سلام عليك يا أبو حميد، الله الله الله، فنت خداع والمرور وإعاقة، شوفها شوفها يا عيني يا عيني عليك، هذا الصح هذا الصح، قاعدين نستفيد. صالح الموسوي يا سلام، عندك أنا عندك فواز 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 سعدون، صدها الحارس من صالح وهي ما تضيع من صالح، لكن ردت لفواز، فواز كان هالأمامنا، فواز سعدون سلم الكرة ويسع له واحدة هدف. 18-13 11 دقيقة الشوط الثاني، نطالب لاعبتنا الاستمرار بهذا الأداء، عناصر طيبة
على الدائرة، برافو، طالعه كرة معه. فرانكس اللي راح ناحية اليمين، زاركو، كحيس، خذ بالك من كحيس. لاعب الدائرة خليه يا حيدر بحضنك. 33 عامل عمايل ماريو توميتش. ماريو توميتش شوف تحطه ومعطيه حرية ناحية اليمين، خله بحضنك، دش داخل الدائرة، خلي ياخذ فاول. 19-13. فارق 6 أهداف. فارق 6 أهداف. ونجوم الأزرق يقدمون مباراة يعني مرضية. مرضية. وعندهم الكثير في الدور الثاني. عندهم الكثير في الدور الثاني. دايشتي. هالسلام. استلم. استلم يا الصانع. كرة جميلة. ضاعت. ضاعت. لن نحاسبكم ولن نزعل عليكم في هذا اللقاء اعتبارا ان احنا واصلين ونعرف ما لدى المنتخب الكويتي ما عليه وما له. ذلك نتمنى ان شاء الله الدور الثاني، وخاصه ان في المجموعه راح اذكركم بعد شوي المجموعتين راح يصيرون يلعبون دوري من دور واحد، راح يظن اول ثاني وثاني، راح يلعبون الاول والثاني مجموعه والاول ثاني دور قبل النهائي. كره معك حس امين امينك حس لجناح زاركو، خلي بالك وفرانك بيصوب 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 صاحيله. هلوه يا الظفيري، هلوه يا عزيز، كفيت ووفيت والله، كفيت ووفيت. اليوم نجم انت، نجم. قابل، قابل يا شباب، قابل لاعب اعلن ان انا يعني اعلان واضح، انا راح اصوب، انا راح اصوب، انا راح اصوب. دما يرتقي اللاعب ويتجه الاتجاه الى المرمى، خلاص اعلن عن انه نوني انه بيصوب. 20-13 دقيقه 14 قاعد يقدم منتخبنا الوطني شيء يعني نقدر نقول انه عنده 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 واصل للدور الثاني، خلاص واصل. يا سلام يا سلام يا سلام، حارس 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 صالح، هذه الأماكن ما تضيع منا الكرة، ما تضيع، لكن يبقى كبرة الحارس. زاركو ضيع، زاركو ضيع، هو يا هذا كان اليوم ما هو موجود، اليوم ما هو موجود. شباب موقفينه لكن قاعد يستغلون الدائرة. 14 دقيقة ونص تبقي، 15 دقيقة يطلب في هذه اللحظات الكابتن سعيد حجازي تايم اوت. شلون التايم اوت؟ لكل مدرب يعطونا 3 كروت تايم اوت، ما يقدر يطلب التايم اوت الا والكره في استحواذ فريقه، عنده 3 مرات تايم اوت، يقدر يطلب الاول الشوط الاول واثنين تايم اوت في الشوط الثاني والكره في استحواذ فريقه، لكن يقدر يطلب 2 بالاول وواحد بالثاني، لكن اذا طلب بالشوط الاول تايم اوت وصلنا بالشوط الثاني، خليك معاي، الشوط الثاني دقيقه 25 وعنده كرتين، خلاص يسحب كرت، يلقي يبقى له كرت واحد، هو نظام اللعبة. عزيزي المشاهد راح أقول لكم ايش راح يصير الآن. البحرين أول المجموعة مجموعته، والإمارات الثانية، قطر والكويت، في حال فوز قطر راح يصير الأول، في حال فوز الكويت راح يصير الأول، والعكس. اليابان أول، العراق الثاني. في مباراة بعد هذا اللقاء راح تكون بين إيران وكوريا، نفس عمليتنا، الغالب راح يصير الأول، الخاسر راح يصير الثاني. عفوا. المتوقع حسب حساباتي أن الكويت راح تكون بمجموعة كوريا، العراق، البحرين. البحرين، العراق، كوريا، الكويت، لو فاز المنتخب القطري وهو أقرب، ولو فاز المنتخب الكوري على إيران. المجموعة الثانية راح تكون قطر، اليابان، الإمارات. رامي حرة، رامي حرة. الثاني اللي مجموعة قطر، الخاسر من اللقاء الجاي راح يكون مجموعة قطر، قطر والخاسر واليابان والإمارات.
شاقول شحق. حارس المرمى يتألق الحارس أنادين أنادين. خبرة لاعبتنا الحقيقة، كل محب لكرة اليد يعرف إمكانيات المنتخب الوطني، وبالتالي التغيير اللي حصل كبير. أتمنى إن شاء الله مع الأيام والأشهر تعود كرة اليد إن شاء الله إلى سابق عهدها. ذكر أيام عبد الرضا البلوشي، وليد الحجرف، صالح مهني، سعد العازم، خالدون الخشتي، يلا ذياب، فيصل سيوان، حسين سيوان، يار سيوان، حراس رزاق البلوشي، يوسف الفضلي، خالد أنس، صلاح أنس، أسماء أسماء مرت علينا ما تنسونا أكيد، وإن شاء الله اللي موجودين فيهم الخير. يعذرني إذا نسيت واحد، يعذروني لعبتنا غير لعبتنا، يعني كانت لي أيام جميلة معاهم. روح كمل رمي الجزاء، ليش؟ لأن اللاعب داخل صح، قال له قاطع من داخل، قاطع من داخل، شوفه. يلا يا صالح، هذه بالمرمى، حلوة حلوة. حلوة يا صالح. 13 الكويت، 20 قطر. 14 الكويت، 6 أهداف، 6 أهداف. مباراة الشوط الثاني حتى الشوط الأول، إنما هناك كثرة الأخطاء، ولولا كثرة الأخطاء بالاستلام والتمرير لكان كلام ثاني في النتيجة. زاركو زاركو، خليك معاه، خليك خليك معاه، خليك. مباراة جيدة، مباراة جيدة فوق الجيدة، يؤديها منتخبنا الوطني بإمكانياته وإمكانيات المنتخب القطري. زاركو بيصوب، يا سلام يا سلام عليك يا الظفيري. مرر مرر، صوب، ما عليه غضب، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه يا محمد. كرة مع منتخبنا، الله يا ظفيري، والله أنا لو حصل لي أوصل البحرين الحين لا أعطي ظفيري أحسن لاعب، لا أعطي الظفيري، ما لي شغل من يفوز ومن يخسر. الظفيري نجم اللقاء، يبقى كذلك مع كل الاحترام والتقدير لحارس مرمى منتخب قطر، الحارس أنادين لعب مباراة كبيرة. يلا يلا يلا، خلص خلص يا صانع، يا محمد يا صانع، اصنع لك هدف، اصنع لك ثاني. برافو يا محمد، برافو يا محمد، برافو. فرق 5، قطر 20، الكويت 15. إذا احنا نسير بالطريق الصحيح، قلل أخطائنا، نصلح هجومنا، نصحو في دفاعنا، ولكل حادث حديث. معه معه، هذا هذا بيصوب، قابل صعب هناك. كرة مع زاركو، فرانكيس، بحيس بحيس، يا 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 عزيز يا الظفيري، عزيز والله انت عزيز يا عزيز، عزيزنا عزيزنا كلنا، عزيز يا عزيز الظفيري، يا زينك بهذا اللقاء واللقاء الماضي كذلك. عندنا حراس حقيقة، حسن صفر وعب عزيز الظفيري، يعني نجومية رائعة، أداء قتالي، الاثنين 10 على 10. كرة مع منتخبنا، سالمين الهندال، سالمين حوله، عزيز مو عزيز، ديشتي هذا ديشتي، حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر، يا زينك يا حيدر. 16 الكويت، 20 قطر، مباراة جميلة. منتخب الكويت الشوط الثاني قرى صح، هدى صح، صوب صح، دافع صح، إلى الأمور بالخط البياني. منتخب الكويتي طالع فوق فوق. 20 دقيقة الآن، باقي 10 دقائق، 20 دقيقة. مثل ما قلت لك، لا تطالع النتيجة، العب تؤدي مباراة، كل شيء بالتدريج. كرة معك حيص، حيص مرة أخرى، هذا قابلوه 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 قابلوه. فرانكس فرانكس،
لاعب خطير، لاعب خطير، لاعب ثقيل، لاعب غالي، لاعب غالي. كل بضاعة لها ثمنها، وهذا فرانكيز حقيقة لاعب، لاعب. يلا كسبنا لاعبين حقيقة، كسبنا لاعبين. رامي الجزاء يا حلوك يا الهندال، الله الله الله. محمد الهندال يثبت أنه قادم بقوة، أنه قادم بقوة ليثبت. شوف شوف شوف، أخذ واحد ويا الثاني سواله ميلان، صوب الكرة دفع رمي الجزاء. بيروحوا يشوفوا الشاشة هل هناك ضرب متعمد ولا لا بالإعاقة. ممكن لاعب القطر ياخذ كرت أحمر ولا يكمل المباراة، وممكن دقيقتين. راح يشوفوا الكوريين، راح يشوفون، اعتقد التلفزيون الموجود صناعة كورية، يعني راح يتعاملون معاه صح. شوفها، شافوها، خلاص شافوها، ما طلب إعادة. والله كنا حطيده مخباته اللي فوق دقيقتين. اوه شوف، اوه دقيقتين، دقيقتين. قرار في محله، قرار في محله. ليه اللاعب أمين كحس، لعبة تحتاج إلى دقيقتين فقط. صالح المسوي، لا يا صالح، لا لا يا صالح، لا لا يا صالح، لا. هذا الكلام اللي نقوله، هذا اللي ما نبيه. أنادين مات اللعب، هذه اللعبة برمية الجزاء مات اللعب. لا اللعبة صوبت كرة جميلة قبل شوي، ما عطيته فرصة، ما عطيته فرصة حتى ياخذ حركته. ما علي، 21-16 ضعنا رمي الجزاء، ثلاث رميات جزاء تقريبا. إنما هذه مهمة، كانت مهمة، كان ممكن يصير فارق ثلاث أهداف واربع أهداف. كرة معه منتخب قطر، 88 هيبة على الدائرة، حكم رفع ايده، معناها في حسابات للتمرير. تم تغيير مدرب المنتخب القطري، كان الإسباني فترة طويلة، وأن يقوده المدرب غوران. يقول لعب على ايده لاعبنا محمد حسن حكم الكوري لي، يقول لعب على ايده والحكم اكرم. صح 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 صح، قرار الحكم سليم. دقيقتين لمحمد حسن لأن دفع لعب على ذراع اللاعب، هذه لعبة خطرة. المنتخب القطري متكامل، 6 لاعبين، 5 مدافعين للمنتخب الكويتي. 22 دقيقة، ناخذ بالنا. السلام يا سلام، روح كمل. هدف 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 للصانع، ما في حارس، ما في حارس. الصانع الصانع صنع له هدف، حيدر دشي للصانع، فتح فتح الجراج وصنع له هدف، فتح فتح المتحف وحط له هدف جميل. 21-17 فارق 4 أهداف. يوقف الحكم الكوري لي وقت تمسح منطقة مبلولة. يا حلو بناتنا، يا زينهم، متابعين وشجعون مع أولياء أمورهم في لوحة عالية، ولا أجمل ولا أجمل ولا أحلى. أعتقد أنهم مبسوطين من أداء منتخب الكويت. ثنائية من فرانكس إلى عبد الرحمن، طارق، وهدف، هدف لقطر. 23 دقيقة الآن، تبقي 7 دقائق. أداء جميل لمنتخبنا الوطني، لم يستسلم في المباراة، لم يستسلم. كمل هذا الأداء، كمل، نأمل منها الكثير في الدور الثاني إن شاء الله. الدور الثاني خلاص، منتخبنا الوطني وصل للدور الثاني، وفي حال
رامية جانبية ورمية حرة خارج 9 متر لمنتخبنا. سالمين كمل أربع خطوات ناخذ بالنا من الأربع خطوات. كوريين ما يطفون الأربع خطوات. هدف لنا صار علينا، هدف لنا صار علينا، ما علي ما علي. بعد يا شباب، بعد يا شباب، لا تستسلم. 17-22 رجع الفارق 5 و5 باجي 6 دقائق نادي 6 دقائق كأنها بداية المباراة، نادي 6 دقائق القادمة كأنها بداية المباراة. يلا يا شباب خميس نزل حاول، يا سلام يا سلام عليك يا الخميس، واحلم الصانع. الخميس سقطها صنعها، والصانع يابها برمية جزاء، يابها رمية جزاء يا صالح. والله صالح من اللاعبين اللي يعني يمتعونك في رميات الجزاء. عطنا من اللي عندك يا صالح، يا صالح الموسوي. هدف اعطيتهم اياه وهدف جبته، ما علي. يبقى صالح الموسوي احد نجوم اللعبه الكبار، معلم في كره اليد. صالح الموسوي جناح الايمن لمنتخبنا الوطني ونادي الكويت. تشكيله جميله من الانديه اليرموك، الكويت. سالميه، كاظمه، كلها تشكيله. هذا هو المنتخب، هذا هو المنتخب. علي يا السلام. هو سبع بالمرمى عبد العزيز الظفيري. يلا كمل. هدي صح حكم ما رفع ايده. اذن العب 23-18 منتخب الكويت ومنافسه القطري بخبرته الكبيرة منتخب قطر. كمل هندال يحاول، برافو يا محمد الهندال، قاعد يكسر الدفاع القطري، قاعد يمر لا اشتهى مر. خطأ ثاني لسالمين. وين؟ يلا حلوة كمل. كرة معانا، لا نستعجل، ما في داعي للاستعجال. قدم مباراة، انت واصل الدور الثاني، واصل. صرخ، لك حق تصرخ يا الخميس. شنو يقول؟ وصل لـ6 متر. شوف مر بس هذه، يعني ماني قايل شيء. خميس يلا يا شباب، الكرة تبينا واحنا نبيها، خاصة في الدقائق الأخيرة. كمل لوب، اللعبة الصح يا الصانع، فوق يخطف الكرة. أنا دي وضيع منا كرة من الصانع، يراضينا ويزعلنا، لكن نبقى راضين على أداء منتخبنا. 27 دقيقة القطريين، 23 الكويتيين، 18 في مباراة جميلة بقوته. المنتخب القطري نازل بكل قواته البحرية والجوية، والمنتخب الكويتي كذلك بكل قواته، ومباراة ممتعة الحقيقة. فرانكيس خليه، يا سلام يا الظفيري، الظفيري بالمرمى، مباراة ممتعة الحقيقة. كمل، يا عيني، يا حلوكم. منتخب الكويت يظهر بصورة رائعة، تتفق معاي تختلف معاي، أداء الكويت غير اليوم وغير. ليش؟ لأن أمام منافس قوي، منتخب قطر الصلب لموضوع على الخريطة العالمية، كثاني العالم في بطولة العالم. آخر دقيقتين إلا، 23-19 كملوا الدقيقتين يا شباب. هدف
هدف لكابوتي. فايل كابوتي، هدي يا حيدر، هدي هدي. نلعب على المضمون، خميس هلا يطلب مدرب منتخبنا تايم اوت في هذه اللحظات. باقي تقريبا دقيقة ونص او اقل، لكن بيقول لهم باقي دقيقة وحاجة. ماخذ راحته اللي لابس اصفر، ماخذ راحته، مستمتع، ياخذ له قفوة ويقول للوالد ايش صار في المباراة. صور جميلة لفتيات الكويت وفتيات البحرين وفتيات كل الأقطار الخليجية. شوف الكل يتابع، يستمتع، أطفال كبار شباب وشابات. هذا المجال الراقي، هذا المجال الممتع، هذا المجال اللي تدفع عيالك إن يروحون فيه. الرياضة وما أدراك ما الرياضة، يعني مجتمع جميل، إفراز كل الضغوطات النفسية في هذا المجال. من يدخل إلى الرياضة هو الكسبان، هو الكسبان. إذن متبقي دقيقة وثمان ثواني، دقيقة وثمان ثواني. استمتعنا بهذا اللقاء. منتخب الكويت لديه الكثير في الدور الثاني إن شاء الله، إن شاء الله كرة معه. الكويت، الهندال إلى الخميس للهندال. سالمين، أول ورم يحضر، أول ورم يحضر. يلا يلا يا حلو، يا مشاري يا مشاري، صيوان يبقى اسم صيوان موجود. فيصل صيوان مدير منتخبات الوطنية، لا يستاهل، يستاهل فيصل. سيد صيوان إداري بنادي صليبيخات، يستاهل. شاري صيوان يلعب الآن، يعني الاسم موجود، موجود. خطيرة، حلوة حلوة. ثواني الأخيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ثواني الأخيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة. راح يصوب، راح يصوب، هذا راح يصوب. واحد من خليك معاه، خليك معاه، خليك معاه، خليك. حلوة حلوة. انتهى اللقاء بصافرة الحكم الكوري. مبروك للمنتخب القطري الشقيق، مبروك للاعبي قطر، قدموا مباراة كبيرة أمام المنتخب الكويتي اللي بأمانة قدم مباراة كبيرة أمام منافس شرس وقوي يملك من الخبرة والإمكانيات الكثير الكثير. شكرا لطاقم التحكيم الكوري لإدارة هذا اللقاء بكل حيادية وبكل جدارة. إذن من هو أفضل لاعب بهذه البطولة، في هذه المباراة؟ كل بعد كل مباراة يتم اختيار لاعب كأفضل لاعب. أعتقد أنه من قطر لأنه اللي فاز. هالحارس هو الحارس، هو الحارس. أنادين يستاهل، يستاهل أنادين، يعني هو والظفيري. أوه أحمد عبد، أحمد الشعبي، أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، واحد رجالات الرياضة المحترمين، المحترمين والمحبين للرياضة كرة اليد خاصة. وأشوف مع اللاعبين أبو محمد، والله يا أبو محمد، يعني هذا الإداري اللي أو اللي يستحق أن تطلق عليه الإداري الأب، الإداري الأخ. أعزائي المشاهدين، بعد نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر متابعي وأشكر لاعبتنا ولاعب قطر وأشكر استوديو التحليل اللي أعتقد راح يحل باقي المباراة. وإلى أن ألقاكم في لقاءات أخرى، لكم مني تحية، جاسم لذياب.
كل الشكر والتقدير لمعلقنا العزيز جاسم ذياب لتعليقه على مجريات هذه المباراة اللي انتهت بتفوق للمنتخب القطري ب 24 هدف مقابل 20 لمنتخبنا الوطني. كابتن عباس، الفارق واضح ما بين الشوط الأول والشوط الثاني، يمكن شفنا أداء مشرف من منتخبنا الوطني وكان فيه تغيير على جميع المراكز بشكل عام وأيضا أسلوب اللعب بشكل عام وأيضا إتاحة الفرصة لبعض اللاعبين، يمكن مثل ما تفضلت أنت في ما بين الشوطين كنا قاعد نتكلم عن إتاحة الفرصة لبعض اللاعبين. شلون شفت المباراة؟ هو إتاحة الفرصة لبعض اللاعبين في عملية التدوير بالضبط، يعني أنا أكثر ما أقلقني شوي ضيق خلقي أن سيف العدوان طلع عري ما ادري شنو مدى اصابته ولاعب مؤثر امامه، هذه ما هي بشاره خير للمباريات القادمه، بشارة حق الدور الثاني بالضبط. يعني شوف المباراه لو بطالعها يعني بتشيل انت بطوله اسيا ومكتوب، احس انها كانها مباراه وديه، يعني مو مباراه بفوز وخساره. الفريق غير راضين بالمراكز اللي هم بيروحون فيها او المجموعات اللي راح يلعبون فيها الدور الثاني. اميز ما في المباراه، اجمل في المباراه امانه العزيز الضفيري وانادين اللي حصل على افضل لاعب. لو انا بيدي اعطي الاثنين مع بعض امانه، لان الاثنين اجاد وعندهم نسبه تصديات عاليه. بالنسبه حق المنتخب القطري كذلك، يعني ادار يعني تدوير واضح، زاركو لعب مكانه فرانكيز بركه باك عكس، يمكن اللاعب الثابت اكثر شيء فرانكيز بحكم هو القوه المؤثره في المنتخب القطري. وجدي سنان، زكار لاعب، فعمل التدوير موجوده. انا اعتقد العمل راح يكون في الادوار القادمه، ما في مجال انك تقول والله انا، يعني انا اعتقد المنتخب الكويت عنده الافضل بكثير على ما قاعد يظهر الحين. بس انا امانه ما ادري هل هو مصاب ولا ما يلعب او النخاشين وما ادري. فواز عبد الهادي امانه اضافه للمنتخب لحد الان ما شفناه يلعب فيه، يعني اليوم ما لعب، كان بركان ما لعبها مباراه اضافه لعب في اخر فتره بهذا. فانا اعتقد في افضل حق المنتخب الكويتي، لكن ما يطمن المنتخب الكويتي ويطمن امانه هو قوه الحراسه اللي موجوده اللي بعدها ينطلق فيها المنتخب الكويت. واتمنى اذا استمرت نجوميه عزيز الضفيري وحسن صفر اعتقد انه القادم ان شاء الله يكون افضل. افضل باذن الله. كابتن نايف، يمكن شفنا بالشوطين بشكل عام التسرع وكثره الاخطاء بالتمرير، ما يعيب منتخبنا الوطني انه متسرعين بالفاست بريك، ان اضاعه الكره بشكل مخيف قاعد يصير. يعني ان الشوط الثاني يمكن نقول عليه الشوط الافضل للمنتخب الكويتي من ناحيه الاداء، افضل يعتبر شوطه هو فايز بهذا الشوط طبعا نقيس على فارق الاهداف. لكن مثل ما تفضلت عبد الله ان اخطاء كثيره بالشوط الثاني، يعني احنا نشوف البلنتيين ضيعهم صالح مسوي، مو مهي عوايد صالح بس ما ادري يعني يعني هو ما قام شاري خلاص، الفريقين رضوا بالمركزين اللي هم فيه، فقاعد يعني ما كان راح قلل الحماس والروح عند اللاعبين، كان جديه موجوده. اي فاعتقد انه يعني الاخطاء اللي صارت بالبلنتيات اثنين، الفاست بريك ممكن ثلاثه، الدائره شاري سوان ما موفق اليوم وايد بالدائره، فضيع لك اخطاء كثيره. فاعتقد انه مثل ما تفضل ابو بشاري ان الحين الدور الاول انتهى، ننسى المباريات اللي راحت، صفحه وانطوت. المدرب سعيد والجهاز الفني والاداري المفروض يهيئون المنتخب للدور الثاني بحكم انه دور مستوى اعلى، فرق قويه مو نفس الفرق اللي مريناها في الدور الاول. فاعتقد ان تصحيح الاخطاء واجب في هذا الدور اللي صارت الاخطاء حق الدور الثاني، وفي فرصه. يعني احنا ما نقول احنا خلاص دور ثاني انتهى الوضع خلاص، اي عنده اكثر من كذي، وعنده اداء وعنده لاعبين، يعني اللاعب الكويتي معروف بالروح العاليه اللي عنده اذا يعني عقوتهم حجت حجايجها. فاعتقد المدرب لازم والجهاز الفني يجهزون اللاعبين لهذا الدور، ان هي اللاعبين نفسيا اول شيء قبل فنيا. يعني احنا الناس تقول لا رحنا الدور الثاني راح كله نفوز علينا، كوريا بحرين العراق او اي ايران اي الفريق يكون مجموعات راح يفوز علينا، لا ما يفوز علينا، ان شاء الله الدور الثاني يكون مستوى افضل، اللاعبين يكونون يعني تداركوا وصحوا الاخطاء اللي وقعوا فيها في الدور الاول، وان شاء الله نتمنى ان يعني يتوفق منتخبنا بالدور الثاني ويتاهل لكاس العالم، هذا طبعا امنيه كل رياضي كويتي. اكيد بالنهايه الفنيله الزرقاء لها اعتبارات ثانيه، أكيد. سواء كان بالبطولات الخليج وبطولات اسيا وغرب اسيا وبطولات العالم، اكيد الكويت سباقه. احنا لازم نكون اكثر واقعيه بالضبط عشان نوصل حق هدف احنا نبيه، لازم نكون اكثر واقعيه. معنا احنا كمنتخب كويتي الطموح ليس بطوله اسيا، احنا الطموح اولا الوصول لكاس العالم بالضبط، اللي بعدها فهو زايد عندنا، هذا واقع لازم نتكلم احنا بواقعنا هذا ونكون هذا. من خلال المجموعه اللي احنا رايحين فيها انا اقول لك عندنا فرصه كبيره،
يعني عندنا مثلا مع الفريق الكوري لعبنا في مباراتين في الاسياد ولعبنا في الاولمبياد معنا كان الاسياد يلعب عليه كان مو الفريق الكوري الشمشون الكوري اللي كان يتكلم عنه قبل يعني السابق تلعب بطريقه صحيحه باسلوب قراءه فنيه جيده تقدر تفوز مع المنتخب العراقي العام البطوله السابقه اللي كانت في المملكه العربيه السعوديه ما اخرجنا المنتخب العراقي يعني صحيح راح يكون معنا نفس المجموعه امانه يعني فريق مقاتلين فريق قوي امانه بس احنا لازم نقرا المباراه صح نلعب بالطريقه الصحيحه اللي تخدمها يعني. فانا اعتقد اللي يطمني يعني يطمني حراسه المرمى والدفاع نوعا ما زيف عندنا خلل في الجانب الهجومي في عمليه اللعب يمكن ذكر اخوي نايف لما قال من خلال التسليم والاستلام والخطا دائما يجي من اللعب الفردي لما تلعب باللعب الفردي مع الفرقه هذه تخسر الكره راح يكون عليك جول لما نلعب باسلوب وطريقه وتكتيك معين ونخدم الاجنحه اللي هي قوتنا كمنتخب كويتي اعتقد راح نكون فريق منافس وان شاء الله باذن الله من هالاستديو هالمكان هذا راح نبارك حق منتخبنا في التاهل لكاس العالم ومن ثم نشوف المراكز ومنصات التتويج باذن الله ان شاء الله اكيد نتمنى الشيء بشيء يذكر يمكن انت ذكرت حارس المرمى عبد العزيز الضفيري ايضا احب اشيد في محمد الهندال يمكن من اللاعبين المميزين اللي شفتهم بالشوط الثاني الاختراقات العمق لاعب ما يخاف قاعد اشوفه قاعد يحاول بقدر المستطاع انه يجتهد وياب اكثر من بلنتي محمد وحط جول حط اكثر من هدف محمد الهندال نوع من التحدي بينه وبين نفسه بالضبط لان اول ما كان يتمون اختيارات المنتخب يذكر اخوي نايف كان ما يتم اختياره بالضبط بعد ما تم اختياره لاول بطوله اللي هي بطوله خليج المصاحبه اللي صارت بالكويت هني بالضبط صحيح. بدت نجوميه الهندال شوي زين لكن من بعد الاسياد ومن بعد الاولمبيات وهذا الولد خذ ثقه اكثر بدا يبرز اكثر لاعب مجتهد لاعب يعني امانه من مكاسب المنتخب بالفتره الاخيره اللي كسبناها محمد الهندال بالضبط لكن كذلك عندنا لاعبين لكن اكيد يحتاجون لي 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 للترتيب صح الاسلوب وطريقه اللعب يوظفون بشكل صحيح تخدمهم تخدمهم انا اعتقد المرحله الثانيه الكويت اللي يقول المنتخب الكويت بعيد انا اقول لا عنده الفرصه منتخب الكويتي انه يكون منافس شرس على البطوله انا دائما اقول بالرياضه اقول العب وقدم والباقي التوفيق على الله على الله سبحانه والله كريم ان شاء الله الله يوفق ازرقنا ان شاء الله اكيد يعني طبعا حتى الهندال ضاف الاكرام مشاري يعني ناديه الوحيد اللي ما يبغى يعني محترف مكانه صحيح ولما لاحظناه في الصين كان متالق بدرجه مو يعني ما حتوقع هذا المستوى اللي عند صحيح الهندال صحيح والمستوى البطوله في السعوديه ذات تالقه وهني يعني كل ما المستوى يرفع الهندال يعني السهم البياني كابتن نايف قاعد يصعد قاعد يرتفع لانه هو اثبت نفسه فعلا صحيح انه في هذا المركز لاعب متميز لاعب صوب يعني احنا يعني نشوف لاعب باك بطول الهندال مو يعني مو الباكات الطويله اللي عبد الله خميس ولا طول الشوت لا فتصويباته كلها صحيحه دقيقه على المرمى من 9 متر او من الاختراقات فاعتقد الهندال يعني لا مكسب فعلا المنتخب عنده المهاره عنده مهارات يعدي يعني يعدي لاعب اساسيات لاعب كره اليد تتواجد فيه وبعد مجتهد بعدين من الجانب هو من النوع اللي مقاتل امانه يعني يعني نقطة أساسية ذكر أخوي نايف أمانة يعني حتى بالدور الكويتي اللي إحنا قاعدين نقول المحترفين الاثنين يكون لاعبين خط خلفي بالضبط. المكان هذا بنادي فحيل لأنه هو الأجدر وقاعد يقدم فيه بالضبط. وهذا اللي طور مستواه لأنه بالضبط. طول الدوري قاعد يلعب فيطور مستواه فالنقطة اللي ذكرها أخوي نايف مساع بعملية المحترفين الاثنين اللي يكونوا لاعبين خط خلفي ما ركوح تكون فرصة حق لاعب موجود اللاعب المحلي صحيح مو بس لأن الاثنين محترفين لا لأن المدرب الموجود بالفريق أي مدرب يكون عقده سنه ما يقول لك انا عد فريق عشان والله قاعد سلايه اذا ما تحقق مراكز راح تمشي فشيء على حساب منه لاعب المنتخب اللي انت تبنيه ترى حتى الهندال يعني تلاحظه لاعب ترى هادي يعني اللاعب بيكون هادي يقدم اداء غير بيكون يعني عصبي واي ضربه او شيء يعصب او نرفز يكون اداء مو نفس اللاعب الهادي في الملعب فهذه ميزه العقليه الاحترافيه تحسب أيوة. كابتن نايف العقليه الاحترافيه بالاضافه لانه هو ما شاء الله تبارك الرحمن يمتاز بالبنيه الجسمانيه يمتاز بالفنتات يمتاز بالتسديد يعني لاعب جيد ممكن بالمستقبل تشوفه بتصاعد مستمر لا ما شاء الله يعني ان شاء الله يعني وفقه ان شاء الله محمد لاعب متميز وان شاء الله يعني مستواه بالبطوله والدور الثاني يكون احسن من بعد ما قدمه بالدور الاول لاحظ ان الوحيد اللي ترى اللي الباك اللي يعني بعده هواز يلعب كل المباريات من الصين الى السعوديه الحين هو الاساسي
يعني المراكز تغيرت، لاعبين تغيروا مراكزهم صح. إلا الهندال ثابت، فأعتقد يعني مكسب مثل ما قال مشاري حق المنتخب، ولا يعني يعني إحنا على قولتهم اشتقنا لعودة كأس العالم، ترى إحنا من متى ما وصلنا كأس العالم اليد كم سنة صار تقريبا أكثر من بنوصل إن شاء الله إن شاء الله السنة هذه بإذن الله، بس نطالب إحنا يعني الجماهير إن شاء الله تدعم هالفريق بحكم إنها بطولة في البحرين، إحنا طماعين كابتن نايف، لا يعني الجماهير أنا أشوف الشعب الكويتي طماع، يعني أنا الحين أشوف الجماهير من الخميس بيروحون بإذن الله، إحساس يعني عقب ما تأهل راح يكون دعم جماهيري، وهذا راح يزيد من أداء اللاعبين اللي بيشوفون الجماهير خلفهم الملعب صاج. بالنهاية نحب نبارك للمنتخبين، نبارك لمنتخبنا الوطني وأيضا منتخب القطر الشقيق لبلوغهم الدور القادم والدور الرئيسي. وصلنا للختام، لا يسعني إلا أني أشكر ضيوفي المحللين الكرام اللي متواجدين معي، كابتن عباس طه كل الشكر والتقدير لك على حضورك وتواجدك اليوم. يا أهلا ومرحبا فيكم، وإن شاء الله بإذن الله من هالمكان نبارك حق منتخبنا بتأهل لكأس العالم بإذن الله، وأيضا الشكر موصول لكابتن نايف الرندي، مشكور على حضورك. شكور يا أبو حسين، والشكر موصول لك على حسن الإعداد والتنظيم والتحضير لهذه الأسئلة اللي فعلا أعتقد المساعد استفاد منها. يطول عمرك حبيبي، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلتقيكم بحفظ الله ورعايته في الاستوديوهات القادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل وفي أمان الله.